مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة والمتواصلة لنتائج الانتخابات الجهوية والجماعية. سنحاول مع ضيوفنا هنا في طنجة وفي العاصمة الرباط ومع شبكة مراسلين تحليل أبرز ما أفرزه استحقاق الرابع من سبتمبر، كما سنحاول رصد أبرز ردود فعل الطبقة السياسية إضافة إلى ممكنات التحالف وتغيرات المشهد السياسي. يشاركني في تحليل النتائج النهائية للانتخابات الجهوية والجماعية الدكتور عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. دكتور، أهلا بكم معنا. أهلا وسهلا، يسعدنا هذه السهرة كذلك أن يكون معنا الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية. دكتورنا، أهلا بكم معنا. مرحبا. ويسرنا كثيرا كذلك أن يكون معنا الدكتور الحسين أعبوشي أستاذ القانون الدستوري. دكتور، أهلا بكم معنا. سننتقل كذلك إلى الرباط، سيكون معنا مباشرة من هناك الزميل محمد برويس مع ثلة من رجال السياسة ورؤساء الأحزاب السياسية، إضافة إلى مجموعة من الضيوف. مساء الخير، أهلا بكم جميعا، إضافة كذلك إلى شبكة مراسلين المنتشرة في الجهات 12 للمملكة. أذكركم أن وزارة الداخلية أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 53.67% بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات. وأشاد وزير الداخلية بالظروف العامة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. إذن نبدأ معكم دكتور عبد الرحيم منار السليمي، ما هي القراءة الأولية لهذه الانتخابات؟ القراءة الأولية لهذه الانتخابات تبين بأن هناك العديد من الرسائل السياسية التي يجب أن تقرأ جيدا. أول الرسائل هي للأحزاب السياسية. هناك رسالة لحزب الأصالة والمعاصرة، رسالة سياسية، حزب يحتاج إلى أن يدخل الجيل الثالث أو المرحلة الثالثة، لأن هناك درجة معينة من المخاطر. رسالة إلى حزب العدالة والتنمية، المسؤولية اليوم تبدو كبيرة، وبعد أن تتوقف كل هذه الصراعات سيجد نفسه يسير العديد من المدن الكبيرة في المغرب ويسير الحكومة إلى جانب حلفاء، وبدأ النقاش اليوم على الحلفاء. رسالة إلى الأحزاب التاريخية، أتحدث عن الاستقلال وأتحدث عن الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، أعتقد بأنهم دخلوا مرحلة صعبة، إذا لم يقع الانتباه إليها سنصبح أمام تاريخ فقط، معنى أنه يمكن لهذه الأحزاب أن تضعف بأي لحظة، أمامها سنة لتدارك هذه الموقف. رسالة أيضا لما يسمى بأحزاب هي تقليدية، أتحدث عن التجمع الوطني الأحرار، عن الحركة الشعبية وعن الاتحاد الدستوري. هذه الأحزاب يبدو بأن الرسالة التي وصلتها أنها تحتاج إلى أن تغير طريقة اشتغالها، أن تغير نخبها، لأن هناك رسالة وصلت إليها العديد من نخبها سقطت، بمعنى لم تنجح في مجموعة من المناطق، تحتاج إلى أن تغير النخب وأن تخرج بنخب جديدة. هناك أيضا يمكن أن نقد رسالة أخرى، وهي أن الأحزاب رغم كل هذه المجهود الذي بذل على مستوى الدولة لم تستوعب جيدا الهدف من الانتخابات الجماعية. لاحظنا يوم أمس أحزاب بدأت تحتج ولا زالت تخرج بلاغات، ولكن تعتقد بأن هذه الانتخابات هي تجري بينها وأنه صراع على المقاعد، في حين الأمر أكبر من ذلك، هو يتعلق بتوجه استراتيجي لدولة. مهما كان شكل الخلاف فهناك من يتابع هذه التجربة، ويجب أن ننتبه إلى شيئين: الانتخابات الجماعية واستقرار وأمن البلد. طيب، بالنسبة إليكم محمد الغالي، النسبة التي تحققت نسبة المشاركة، أعني كانت رهانا كبيرا، هل أفلح المغرب فيها؟ طبيعة الحال في دراسات المقارنة ملي كتفوت النسبة ديال المشاركة 50%، هذا مؤشر جد إيجابي بطبيعة الحال،
على أساس أن هناك انخراط للهيئة الناخبة في التحولات والتطورات التي يعرفها البلد. وبالتالي بالنسبة للتجربة المغربية النسبة ديال 53.67 هي نسبة مهمة تدل على يمكن نقول أن المواطنين اكتسبوا شيئا فشيئا مسألة استيعاب التحولات والتطورات التي بدأ التي دشنها المغرب مع دستور 2011، على اعتبار أن هذا الدستور من بين الكلمات الأساسية فيه هو الالتزام والمسؤولية. وبالتالي الالتزام والمسؤولية التي نتحدث عنها اليوم في إدارة وتدبير المؤسسات منطلقها الأساسي هم الناخبين. يمكن نقول مع هذه النسبة هذه بأن ما يسمى بطابو الأغلبية الصامتة قد تكسر، وبالتالي يمكن نقول بأن بهذا المشاركة سيكتسب مسألة تفعيل شرعية أكبر فيما يتعلق بالسير قدما في الأوراش الكبرى للإصلاح وخصوصا مسألة الجهوية المتقدمة. طيب ما هي أبرز ملاحظاتكم على النتائج المحصل عليها؟ هذه النتائج يمكن أن أقول بأنها نتائج كانت منتظرة بالنظر لمجموعة من المؤشرات. لم تفاجئك أي نتيجة؟ بطبيعة الحال لم أفاجأ أنا بهذه النتيجة، على اعتبار أنه قبل هذه الانتخابات أعطينا مجموعة من السيناريوهات. بطبيعة الحال ربما السيناريو اللي كان وهو غير التموقع فقط، ولكن بالنسبة للأربعة الأحزاب التي حصلت على المراتب الأولى وبالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة الكل كان يرجح بأنه يحصل على المرتبة الأولى، كان بطبيعة الحال المرتبة الثانية أو الثالثة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، المرتبة الثالثة أو الرابعة إما حزب الاستقلال أو التجمع الوطني الأحرار. يظهر بطبيعة الحال بأنه تقريبا السيناريوهات التي كانت قد وضعت تحققت، وهذا يمكن نقول شيء طبيعي من خلال الصيرورة التاريخية، على اعتبار لأنه حزب العدالة والتنمية استفاد من التجربة الحكومية، وبالتالي فحاول استطاع أن يستثمر هذه التجربة، والدليل أنه حقق اختراقات خصوصا في العالم القروي وهذا لأول مرة، وهذا الاختراق بطبيعة الحال أعطاه هذه الإمكانية باش أنه يتصدر الثلاثة الصفوف الأولى. طيب بالنسبة إليكم من أكبر الظافرين، من خرج مظفرا ومن مني بخيبة أمل؟ نعم، أول من ربح هذه الانتخابات هي الدولة المغربية. أولا المغرب ربح الرهان بتنظيمه لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يعني على مستويات متعددة، يمكن أن نعود إلى هذا الجانب التنظيمي في زوايا أخرى. إذن الدولة المغربية كسبت الرهان أولا، ثانيا الحكومة كسبت الرهان لأنها يعني اللجنة التي انبثقت على المجلس الوزاري في أكتوبر في 2014 يعني قامت بعمل يعني مهم جدا على هذا المستوى، كنا نعود إلى النقاش كذلك عمل اللجنة. ثم أن هذه الانتخابات أضيف رسالة أخرى وجهت إلى العالم، إلى الخارج، وجهت إلى الخارج لتؤكد على أن الديمقراطية ممكنة في الدول العربية والدول الإسلامية أولا. ثم ثانيا رسالة أخرى إلى كل من يشكك في مغربية الصحراء على أن ارتفاع نسبة المشاركة في هذه المناطق يعني في الأقاليم من الجنوبية هي رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة. هذه ليست سابقة دكتور. هذه ليست سابقة، تراكم تاريخي، ولكن جاءت في سياق آخر. يمكن أن نتحدث عن سنوات سابقة ولكن السياق يختلف عن السياق. لأن هذا أقول أنا الاستفتاء، لأننا عندما نصوت نذهب إلى صناديق الاقتراع، نحن نختار من سينوب عنا، من سيمثلنا، ولكن في نفس الوقت نربط العلاقة مع الدولة، نجدد الثقة في الدولة. هذه وظيفة الانتخابية، سوسيولوجيا الانتخابات، تنجدد الثقة في الدولة لأن ما تكونش الفراغ، تنجدد الثقة في بنية الوسيطة. وبالتالي هذه الانتخابات إذا قرأناها من هذه الزاوية تيبان لنا بأنها ساهمت في توطيد الديمقراطية، ساهمت في تمرين الديمقراطية، تدريب تمرين تنتمرنوا على الديمقراطية. وبالتالي المغرب نظم تقريبا واحد 28 استشارة شعبية، منها واحد 19 استشارة جماعية وتشريعية على خلاف العديد من البلاد العربية. يعني فالرسالة كانت واضحة أن التجربة المغربية تسير بهدوء، فيها مشاكل، فيها يمكن أن ننتقد كما شئنا، ولكن على الأقل هناك حياة سياسية، هناك مؤسسات، هناك دولة،
وهذا عنصر مهم جدا في السياق الذي نعيشه فيه وفي السياق العربي والأورومتوسطي. لذلك لاحظنا تتبع رهيب من الإعلام على المستوى العالمي فيما يخص هذه التجربة، وبالتالي من زاوية أخرى أن التجربة تقودها حكومة لها مرجعية إسلامية، وبالتالي أعطت رسائل كثيرة إلى أن حزب إسلامي ممكن أن يتقدم في مجالات متعددة على المستوى تجربته. إذن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجماعية متبوعا بحزب الاستقلال ثانيا والعدالة والتنمية ثالثا. أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الجهوية فتصدر حزب العدالة والتنمية تفاصيل أوفى في هذا التقرير لفاتحة أحلي. ب6655 مقعدا وبنسبة 21.12% تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات الجماعية لسنة 2015 حسب النتائج النهائية التي أدلت بها وزارة الداخلية بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات. المرتبة الثانية حصل عليها حزب الاستقلال ب5106 مقاعد وبنسبة 16.22%، فيما حل حزب العدالة والتنمية ثالثا بحصولها على 5021 مقعدا بنسبة 15.94%. أما حزب التجمع الوطني للأحرار فحصل على 4408 مقاعد، أي بنسبة 13.99%، ونالت الحركة الشعبية 3007 مقاعد، فيما ظفر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب2656 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية ب1766 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري ب1489 مقعدا. وبالنسبة لمجموع مقاعد تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي فتحدد في 333 مقعدا، بينما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 297 مقعدا، وجبهة القوى الديمقراطية على 193 مقعدا، وحزب العهد الديمقراطي على 142 مقعدا. أما فيما يخص انتخابات المجالس الجهوية فتصدرها حزب العدالة والتنمية متبوعا بالأصالة والمعاصرة ثم الاستقلال، حيث أعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن النتائج المؤقتة المتوفرة بخصوص عدد المقاعد المحصل عليها والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية تفيد بتصدر حزب العدالة والتنمية لهذه الانتخابات بحصوله على 174 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب132 مقعدا وحزب الاستقلال ب119 مقعدا، فيما ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرتبة الرابعة ب90 مقعدا. أما حزب الحركة الشعبية فحصل على 58 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 48 مقعدا، فيما نال حزب الاتحاد الدستوري 27 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 23 مقعدا. أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربع هيئات سياسية، وتبقى كل هذه النتائج مؤقتة حسب بلاغ وزارة الداخلية إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. المنافسة بين المرشحين. إذن نواصل معكم هذا النقاش حول تحليل أبرز نتائج الانتخابات. دكتور منار سليمي، الأصالة والمعاصرة يفوز ب 6655 مقعدا، لكنه لا يبدو مسرورا جدا بهذه النتيجة، ما تعليقك؟ أعتقد بأنه قضية مسرور أو عدم مسرور، لأنه خلينا نقول واحد الجملة، ما عدناش لحد الآن خلال هذه النتائج حزب قوي في المغرب. طيب ما استطعناش الاحزاب انها تجاوز هذه النسبه ديال 25% ديال الاصوات. طيب. باش يكون عندنا حزب قوي خاصو على الاقل يوصل هذيك 40% او اكثر، مازال ما عندناش، معنا الاحزاب كلها
كنتحدث على جوج الأحزاب هي متوسطة القوة، الأصالة والمعاصرة والحزب العدالة والتنمية. غير مسرور لأنه ربما كان 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 في الصراع ديالو أنه ما كانش يريد أنه لصيق بحزب العدالة والتنمية، كان يريد أنه يكون هو والحلفاء ديالو، كنتحدث على الاستقلال وعلى الاتحاد الشراكي في مرتبة، في حين أنه تحليل الكتلة ديال النتائج كتبين بأن الأغلبية هي الفائزة والمعارضة عندها واحد العدد واحد النسب مئوية اللي هي قليلة. ما كانش مسرور ربما أنه ما استطعش يأخذ المدن لأنه بقى في المجال القروي. الآن المدن والمدن هي اللي كيظهر فيها العمل ديال العمل الجماعي كيتبان فيها، فهو الآن قد تكون بيدين حزب العدالة والتنمية إلى بدأ المجهود في تسيير المدن. أعتقد بأنه غادي يبقى في هذه المدن هذه، خاصة أنه خدا مدن اللي هي استراتيجية كبيرة. الأصلة والمعاصرة ارتكب أخطاء؟ الأخطاء اللي هي ربما غادي يكون ارتكب، مازال الحزب عنده كان عنده الجيل الأول، كان في نوع ديال التحالف اللي هي تحالف ديال 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 في المرحلة ديال بيد الله ديال الأعيان. طيب. المرحلة الثانية اللي كاين الآن تحالف ديال تكنوقراط مع يساريين، هذه كيحتاج للمرحلة الثالثة، كيتحتاج أنه يتولد الولادة الثالثة، وكنظن بأنه كاين فرصة أمام مجموعة ديال الأحزاب منها الأصالة والمعاصرة باش يعطي إشارة ديمقراطية أنه المكتب السياسي اللي شرف على العملية الآن ما رغم أنه هو الأول ولكن ما حققش النتائج اللي كانت متوقعة، كيمكن يدير مؤتمر استثنائي ويولد جيل آخر ليقود. معنى هذه فرصة أمامهم، خاصة أن الأمين العام كان عنده في خطاب ديالو هو أيضا قال بأننا إذا ما كانتش نتائج كبيرة كيمكن لنا نغادروا ونخليوا المشعل لجيل آخر. عنده هذه الفرصة خاصة أنه محتاج يتولد من جديد مرة أخرى. طيب حزب الاستقلال ما الذي حققه ولماذا هذه الخسارة المدوية في معقله؟ هو في اعتقادي بأنه على العموم نتائج حزب الاستقلال هي نتائج مهمة، يمكن نقول أنها ما كانش فيها تراجع على اعتبار بأنه تقريبا إلى درنا واحد نوع من المقارنة ما بين 2009 وما بين 2015 تقريبا ما كانش واحد الفرق كبير، تقريبا واحد جوج ولا ثلاثة ديال النقاط. وبطبيعة الحال هنا يمكن نقول بأنه بالنسبة لحزب الاستقلال يجب أن نستحضر هذا بأنه كحزب اللي هو تاريخي، حزب اللي عنده تجربة، وبطبيعة الحال اللي يمكن أنا هنا خصنا يكون عمل تأسيسي بالنسبة للأحزاب السياسية أن الكل تقريبا وضع البيض في سلة الانتخابات 14 تنبير 2015 بأن التصويت هو تصويت عقابي وبأنه كذا وبأن هذه خسارة مدوية، وبأن في اعتقادي هذه اللغة هي لغة سلبية ولا تساعد على أن يكون هناك تلاحم وانسجام وتلقائي على مستوى العمل، لأنه مثل هذه اللغة ستنعكس بشكل سلبي فيما يتعلق بتشكيل هياكل المجالس. وفي اعتقادي إذا كان تشكيل هياكل المجالس قد بدأ بشكل معوق فإنه لا يمكن أن ننتظر من هذه المجالس أن تقوم بأدوارها الدستورية الجديدة. بالنسبة هل عقب الاستقلال على خروجه من الحكومة وبماذا تفسر خسارته في فاس؟ أنا أقول أن المواطن هو من يمتلك السيادة، وبأن المواطن اليوم تصويته أصبح تصويتا عقلانيا، بمعنى أنه المواطن لاحظ بأن هناك نمطا في التدبير لم يحقق له انتظاراته، لم يحقق له حاجياته، لم يحقق له تطلعاته، وبالتالي رأى بأن تكون هناك تغيير فيما يتعلق بمعنى أنه يمكن نقول لأن هذه اللغة ديال التصويت العقابي في اعتقادي أنه تتغلب فيها المسألة ديال ردود الأفعال أكثر من تأسيس لعمل مؤسساتي، وهذه هي المسألة اللي كنبغيو ننتبهوا لها من ناحية البيداغوجية. أن إذا قلنا بأن هناك تصويتا عقابيا هذا يعني بأننا نوع من الإدانة حتى بالنسبة للناخب ونوع من اللوم بالنسبة للناخب. أنا أقول بأنه بالنظر إلى نسبة المشاركة اللي هي تقريبا 54% يمكن نقول من خلال تتبعنا لمجموعة من الحملات ومن خلال بطبيعة الحال مسايرتنا لكيفية تعبير المواطنين عن تصويتهم، يمكن نقول بأن هذه الانتخابات الجماعية دي 14 تنبير 2015
15 غادي يمكن تساعد باش انه يكون التصويت ديال المواطن والاختيار ديال المواطن هو اختيار مبني على اسس عقلانيه. إذن العدالة والتنمية هل هو أكبر الظافرين؟ نعم، العدالة والتنمية بلغة الأرقام يعني هو الذي ربح هذه الانتخابات، لأن لا تلاحظوا حزب الأصل والمعاصرة تقدم في الرتبة الأولى ولكن بمرارة الهزيمة. هناك إحساس نحسه وتلاحظوا من خلال التجمعات ومن خلال الاحتفاليات بأن حزب الأصل والمعاصرة كان واحد الإحساس بسيكولوجي بأنه مهزوم، وبالتالي تلاحظوا كذلك من ناحية الملاحظة فقط، هذه ملاحظات، بأن غياب واحد الهوية بنيوية ديال الحزب اللي تجمع الحزب بحال ناس متفرقين، اللي ربح هنا راه ربح تيحتفل بوحدو، اللي ربح هنا ربح بوحدو تيحتفل، ما كاينش واحد ليدونتيتي، يعني الحزب ما بدلش واحد المجهود على المستوى البنيات وليدونتيتي باش يمشي للقدام ويكون رجع. نعم، العدالة والتنمية. فيما يتعلق بالعدالة والتنمية يعني ضعف يعني عدد المقاعد تقريبا 4 مرات، تحصل على الرتبة الأولى في الجهات وخد 5 جال الأول في 5 ديال الجهات، وبالتالي هذا يقتضي اننا نحاول نقدموا بعض المداخل للتفسير. حزب العداله والتنميه 2003 2009 يعني يلا تلاحظوا المقاعد ديالو في تصاعد، يعني وحنا وهذا ياكد على ان الحزب العداله والتنميه غادي بواحد يعني واحد الخطه ثابته فيما يتعلق بالعمل السياسي الحزبي، معنى الاحزاب السياسيه المفروض تكون في هذا الاطار. هناك بنيه حزبيه منظمه، الحزب بدا تيشتغل ماشي دابا، بدا تيشتغل منذ 2011 وتيشتغل على يعني تيشتغل على الاحياء وتيشتغل في البنيه التحتيه في المكاتب ديالو على المستوى المحلي والجهوي. ملاحظه اخرى كذلك ان رمزيه المصباح، تلاحظوا بان قافله المصباح ماشي الله بدات واحد المجموعه ديال الجولات حول قضايا متعدده في المغرب، وبالتالي رمزيه المصباح كانت حاضره، وبالتالي كل هذه الخيارات وهذه هذه العناصر جعلت ان حزب العداله والتنميه على المستوى حتى البرنامج الذي قدمه هذا الحزب، يعني كان باش نعطيو بشكل موضوعي، هناك برنامج فيه عمل جدي وفيه واحد المجهود على مستوى التركيبه ديالو، على مستوى البنيه ديالو، على مستوى بمعنى كانت حتى على مستوى الحمله، تلاحظوا حمله قادها رئيس يعني زعيم الحزب ولا الامين العام ديال الحزب على المستوى الوطني، وهذا كان مفكر فيه وكان يعني ماشي جا اعتباطا، بل كان مفكر فيه من منطلق ان الشعار اللي حملوا اللي هزوا العداله والتنميه في الحمله الانتخابيه هي صوتك من اجل مواصله الاصلاح، دونك خدا شعار وطني على المستوى واحد وخدا شعارات على المستوى المحلي، وبالتالي هذه العناصر يعني تمركز العداله والتنميه في المدن يعني ممكن اننا نفسره بالعمل الذي قام به هذا الحزب، وبالتالي اعتقد بان من ناحيه الموضوعيه الفائز الاول على المستوى البسيكولوجي في الانتخابات هو حزب العداله والتنميه، ويمكن ان نعود الى بعض المداخل لتفسير هذا القوه هذا الحزب على مستوى المدن من ناحيه السوسيولوجيا وقوه يعني قدره اقناعه وتعامله من ناحيه البراغماتيه مع الناخب العقلاني. طيب نبدا في ربط الاتصال بمجموعه من مراسلين، نبدأ منها هنا من طنجة، عبد الصمد صالح ينضم إلينا. إذن ما آخر الأرقام المتوفرة لديك وماذا عن ردود الفعل؟ مرحبا بك جوهرة وبضيوفك الكرام. الآن بعد ما انجلى غبار المعركة الانتخابية تظهر الخريطة السياسية هنا بجهاز طنجة تطوان الحسيمة تغيرا ملحوظا. يعني الكاسب الأكبر فيه هو حزب العدالة والتنمية الذي تمكن من الحفاظ على تسيير عدد من المدن التي كان يسيرها خلال الفترة السابقة، وكذا من الظفر بمدن جديدة. إذا ما تكلمنا عن طنجة التي تمكن من اكتساح مقاطعتها الأربع ومجلس المدينة، تمكن من الحفاظ على المرتبة الأولى في مدينة تطوان، فيما ذابت المرتبة الأولى في مدينة الحسيمة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لتسليط مزيد من الضوء على نتائج هذه الانتخابات سواء هنا في طنجة أو في الجهة. يحضر معنا الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة ووكيل لائحة الحزب في مقاطعة بني مكادة محمد خيي، مرحبا بك. مرحبا، شكرا لك. كيف تقرؤون نتائج الانتخابية على مستوى طنجة أو على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن النتيجة سهلة القراءة خلال المؤشرات الرقمية واضحة، الحمد لله النتائج إيجابية جدا بالنسبة للحزب ديالنا حزب العدالة والتنمية. كاين يعني أغلبية مطلقة في مدينة طنجة، في الشاون، مرتبة الأولى في تطوان، في القصر الكبير، في العرائش، كرويات المدن والحواضر ديال الجهة باستثناء مدينة الحسيمة. هذا اللي كيعطي الحزب ديالنا الحمد لله موقع متقدم، وطبيعة الحال في نفس الوقت
كيحملوا مسؤولية كبيرة ديال تدبير الشأن العام المحلي، ونتمنى أن نكون في مستوى ثقة الساكنة التي اتجهت لأول مرة بشكل كثيف لمنح ثقة الحزب العدالة والتنمية إيمانا بمشروعه وبكفاءاته وبقدرته على التسيير. ويعني ما وقع في طنجة حقيقة هو فاجأ الكثيرين، ولكن احنا توقعنا جزء من هذه النتيجة باعتبار أن احنا منذ سنة 2009 ونحن ننبه لمخاطر المسار اللي عرفته المدينة. طيب الآن النتائج واضحة، ما الذي يأتي بعد ذلك؟ الآن مرحلة تشكيل المجالس، كيف تتصورون تشكيل المجالس على مستوى جهة طنجة تطوان الحسين، ما سواء المجالس المحلية أو مجلس الجهة؟ أعتقد أن بالنسبة للمدن اللي عندنا فيها الأغلبية مطلقة، مع ذلك احنا عندنا شركاء في التحالف الحكومي احنا منفتحون عليهم، سواء بالنسبة يعني المدن اللي عندنا فيها الأغلبية مطلقة أو المدن اللي كنحتلوا فيها الرتبة الأولى. احنا يعني سنسعى إلى تشكيل أغلبيات مريحة لتدبير المجلس مجالس الجماعية لهذه المدن وللمجموعة من الجماعات القروية أيضا. فالحضور ديالنا والانتشار اللي عبر مجمل الجماعات الحضرية والقروية للجهة غادي يتيح لنا أننا نتواجدوا في أغلبية ديال هذه الجماعات، إما في الموقع ديال الرئاسة أو في موقع ديال التسيير، إلا جماعات قليلة التي يبدو أن الحضور ديالنا فيها ضعيفة، وخاصة في بعض الجماعات القروية. وهذه الفترة هي فترة ديال الاتصال بالحلفاء ديالنا. بدأت الاتصالات؟ طبيعة الحال في الساعات الأولى لظهور النتائج كتكون اتصالات مع خاصة كما قلت الأحزاب ديال الأغلبية. سيتم التحالف حتى هنا في مدينة طنجة؟ بالرغم يعني النتيجة اللي الحمد لله اللي كتعطينا وضع مريح، كما ذكرت أستاذ عبد الصمد أن عندنا أغلبية مطلقة في مجلس المدينة وأغلبية في المقاطعات الأربع، إلا أنه المنهج ديال حزب العدالة والتنمية مع ذلك وأنه سيحرص على إشراك فعاليات أو المكونات السياسية الأخرى القريبة منا، وخاصة اللي في التحالف الحكومي. شكرا لك أستاذ محمد خيي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، كان معنا لتقديم توضيحات أكثر حول نتائج الانتخابات هنا. سبق طبعا الإشارة إلى أن الانتخابات النتائج على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مجلس الجهة حزب الأصل والمعاصر يتصدر ب 18 مقعدا متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 16 مقعدا، فيما تجدر الإشارة إلى أن التحالف الحكومي يستطيع أن يسير الجهة لأنه يملك أغلبية مقاعدها. إليك الخط جوهرة. شكرا جزيلا لك زميل عبد الصمد صالح ولضيفك الكريم. نربط الاتصال مباشرة بزميلة إيمان الهلال المتواجدة في العاصمة العلمية فاس. مساء الخير إيمان، ماذا لديك؟ مساء الخير جوهرة. يمكن القول بأن مفاجأة استحقاقات الرابع من شتنبر حملتها مدينة فاس التي آلت فيها المعركة الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية. حزب المصباح تمكن من ترجيح كفة مقاعد الجماعية لمدينة فاس وكذلك مقاعد الجهة لصالحه وبأغلبية مريحة، لكن على حساب حزب الاستقلال الذي مني بخسارة غير متوقعة في معقله الانتخابي. للتعقيب عن هذه عن نتائج الاستحقاقات في مدينة فاس، يسعدني أن أستضيف السيد سعيد بن حميدة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. شكرا. نعم، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في المقاطعات ومجلس المدينة، هل كنتم تتوقعون اكتساحا للنتائج بهذا الشكل على مستوى مدينة فاس؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية هذا البرنامج بداية أتوجه بالشكر لساكنة فاس التي وضعت ثقتها الغالية في مرشحي ومرشحات العدالة والتنمية، وهذه الثقة بقدر ما نعتز بها فنعتبرها أمانة في أعناقنا من أجل أن نكون في مستوى طموحات وانتظارات ساكنة فاس. أما فيما يخص توقع هذه النتائج، فأولا التوقع يكون مبني على إعداد وعلى عمل وعلى تخطيط مسبق، فهذه النتائج مرتبطة بأربع عوامل ألخصها فيما يلي.
أولا رصيد الحزب على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي وطريقة اشتغاله طيلة السنة، فمقراته مفتوحة في وجه المواطنين والمناضلين طيلة السنة، وهناك عمل تأطير متواصل وعمل تواصلي مع المواطنين. كذلك النقطة الثانية وهي طريقة إعداد لوائح المرشحين واختيارهم لكي تكون في مستوى هذه المهمة، لأننا جئنا إلى مهمة وهي تسيير مدينة فاس لإخراجها من الوضع الذي تعيشه الآن، ورفعنا فيها شعار من أجل النهوض بفاس، وفاس تستحق منا الأفضل، وبالتالي فالاختيار كان اختيار أفضل ما عندنا من كفاءات ومن طاقات لتسيير مدينة فاس، وعلى رأسهم الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي نظرا لكفاءاته في المجال تدبير المالي والإداري. إذن فهذه النقطة الثانية وهي اختيار المرشحين وإعداد اللوائح. المسألة الثالثة وهي طريقة تدبير الحملة الانتخابية، فكان الحمد لله تدبيرها بطريقة ناجحة من أجل التواصل المكثف مع المواطنين من خلال برنامج واضح وواقعي يستجيب لتطلعات المواطنين. فهذه المسألة ديال التواصل وكذلك من خلال برنامج واضح الذي يعتبر بمثابة تعاقد مع المواطن لست سنوات المقبلة، سواء المواطن العادي أو كذلك كل مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. والمعطى الرابع وهو المعطى الموضوعي، المعطى الموضوعي نظرا للتدبير والذي قلنا بكل مسؤولية كان تدبير سيء وعشوائي طيلة هذه الست سنوات، وإن لم أقل 12 سنة ولكن خاصة خلال الست سنوات الأخيرة، والذي كانت فيه قرارات انفرادية ولم يكن فيه هناك تشارك مع مختلف مكونات المجلس والأخذ بمقترحاتهم التي تصب في مصلحة الساكنة، وبخصوص مختلف الاختلالات التي يعترف يعني تعرفها مدينة فاس على مستوى التهيئة الحضارية وكذلك على مستوى الخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطن وخاصة خدمات القرب، والمسألة الأخرى بخصوص الاستثمارات وبخصوص الجانب الاقتصادي. نعم. وجاذبية مدينة فاس. نعم سيدي، كانت هناك انتقادات كثيرة للتسيير السابق لمدينة فاس، ما هي الأولويات التي يضعها حزب العدالة والتنمية بالنسبة لمدينة فاس وباقي المناطق الحضرية وجهة فاس مكناس؟ فيما يخص البرنامج الذي أعددناه على مستوى مدينة فاس، فهو أولا ينبثق من البرنامج الوطني الذي أعده الحزب، ولكن كذلك يأخذ بعين الاعتبار وضعية مدينة فاس والتشخيص الموضوعي والعلمي للوضع الذي تعيشه مدينة فاس على مختلف المستويات كما سلف الذكر، والتي كانت سببا كذلك في ترجيح يعني كفة حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، لأن هناك كان هناك يعني المؤاخذات للمواطنين المختلف الفاعلين على طريقة التدبير والتسيير، وجئناهم ببرنامج واقعي لكي ننهض بفاس. فبالتالي هناك الجانب أولا على مستوى الحكامة والشفافية، لا فيما يخص تدبير المجلس ومختلف لجانه، ولا على مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين وكذلك الشفافية والحكامة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لأن هذه مسألة أساسية، لأن فاس عرفت وضع كارثي فيما يخص جاذبيتها للاستثمار. وأعطي أرقام حتى لا أقول أن ننطلق من مزايدة، ففاس انطلاقا من تقارير المجلس الجهوي للاستثمار وكذلك مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين وتقارير يعني محينة يعني تقريبا ديال ماي 2015، فمن 2000 إلى 2009 يعني 10 سنوات الأخيرة تخلقت فاس حوالي 305 المقاولات بمختلف القطاعات. في 6 سنوات الأخيرة من 2010 إلى يومنا هذا أو إلى على الأقل إلى حدود ماي 2015 حوالي 25 مقاولة فقط، يعني من 44% إلى 3.6%، وبالتالي هذا هو اللي أعطانا أوضاع هذا الوضع الاقتصادي الكارثي ترتبت عليه أوضاع اجتماعية وأمنية بطبيعة الحال، وبالتالي البرنامج يجب أن يستجيب إلى هذا
من أجل يعني أن ننخرط في سياسة واقعية وموضوعية للنهوض بمدينة فاس على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي والبيئي، لأنه عرفت مدينة فاس عرفت يعني أنا أقول كارثة بيئية، لأن يعني إذا استثنينا الفضاءات الخضراء التي تركت يعني تركها الأجداد كجنان السبيل وبعض الفضاءات الأخرى القليلة، فكل ما جاء جديد فإنه الإسمنت ثم الإسمنت. هذه رئة المدينة اختنقت، كذلك شوارعها ومحجاتها الكبرى اختنقت، وبالتالي إذا كان هناك خنق الرئة اللي هي الفضاءات الخضراء وخنق الشوارع والطرق التي هي الشرايين، فبالتالي ماذا ننتظر من هذه؟ شكرا لكم سيدي على الحضور. إليك الخط جوهرة. شكرا جزيلا لك يا زميلة إيمان الهلالي ولضيفك الكريم. نربط الاتصال مباشرة بزميلة مريم تسوري المتواجدة في الدار البيضاء. مساء الخير إيمان لك ولضيفك الكريم كذلك. مساء الخير جوهرة، ما زلنا نتواجد هنا بجهة الدار البيضاء سطات للحديث عن انتخابات أو نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية هنا بجهة الدار البيضاء سطات. يسعدني أن أستضيف هنا معي الأستاذ سعيد خمري، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني كلية الحقوق بالمحمدية. أستاذ أهلا بك. أهلا وسهلا. كيف يمكن فهم سقوط أسماء وازنة وبارزة سياسيا في هذا الانتخابات الجماعية والجهوية كسيدة ياسمين بدو، منصف بالخياط، ومحمد ساجد؟ أعتقد أن التفسير الأساسي هو غياب التواصل المستمر مع الساكنة وغياب حصيلة إيجابية على مستوى المقاطعات التي كانوا يمثلونها، فنتيجة لهذا الغياب المستمر وعدم تواجد بالقرب من المواطنين، أقصد القرب هنا ليس الفيزيولوجي وإنما الإنصات إلى الساكنة والاهتمام بحاجياتهم ومطالبهم والاستجابة لها قدر الإمكان وفق الموارد المتاحة، هذه هي العوامل التي يمكن أن تساهم في هزيمة مثل هؤلاء المسؤولين، لأنه بعد عدم التواصل لن ينفع لا حملة انتخابية ولا الإنفاق على هذه الحملة ولا أن يأكل المترشح الكرموس الهندي مع الناخبين ولا أن يقول لهم صوتوا على أخوكم المترشح. أما بالنسبة لمن تحمل مسؤولية مجلس المدينة، أعتقد أنه دفع ثمن حصيلة مجلس المدينة على حساب الأغلبية التي شكلت هذا المجلس. سؤال آخر أستاذ، عدم تمكن نبيلة منيب عن جهة اليسار بالظفر بمقعد بسيدي بليوط، هل يمكن اعتباره فشلا سياسيا لهذه السيدة؟ هو لا يمكن اعتباره بالقطع فشل سياسي، لا يمكن اعتباره بالقطع فشل سياسي، اولا لانه لاول مره هذه الهيئه السياسيه تاخذ تجربه المشاركه في الانتخابات الجماعيه، ومع ذلك لم يكن هناك توقع بان تحصد لائحتها يعني العدد الكبير من المقاعد، وانما كان يمكن فوزها ببضعه مقاعد ان يشكل اضافه نوعيه، لانه مشاركه مثل هذه الاحزاب قد يكون إضافة نوعية من خلال مواقفها الثابتة. سؤال أخير أستاذ سعيد خمري، العدالة، حزب العدالة والتنمية فاز في جهة الدار البيضاء سطات بفارق مريح عن باقي المتنافسين، هل يمكن تصور جهة الدار البيضاء سطات برئيس الجهة عن حزب العدالة والتنمية؟ بالمنطق الحسابي الضيق نعم، على مستوى جماعة الدار البيضاء لأنه حصل على عدد مريح من المقاعد، أما على مستوى جهة الدار البيضاء سطات لا أعتقد ذلك، لأنه حصل على 30 مقعد ومجموع 37 مقعد، أعتقد يعني إذا حسبنا العدد ديال المقاعد ديال الأغلبية الحكومية، وفي المقابل الأحزاب المعارضة فازت ب 38 مقعد، إذن أعتقد أنه الأغلبية العددية الآن هي في يد الأحزاب المعارضة، وبالتالي لا بد أن تتم هناك، أتصور أن تتم هناك تسويات من أجل إيجاد أغلبية مريحة لتسيير مجلس جهة الدار البيضاء سطات.
أستاذ سعيد خمري، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني كلية الحقوق بالمحمدية، شكرا جزيلا لك. عودة إليك جوهرة وإلى استوديوهاتنا في طنجة. شكرا جزيلا لك يا زميلة مريم تسوري وللدكتور سعيد خمري. نذهب مباشرة إلى مراكش، ينضم إلينا من هناك زميل أنس طموح. مساء الخير أنس، من معك من الضيوف؟ تحية طيبة جوهرة. اليوم نكتفي بتحليل شخصي بيني وبينك وبين الضيوف الكرام في البلاتو ميديا ان تي في جوهرة. نعم، إذن ما هي أبرز ردود إذن دعيني الفعل؟ في البداية يعني نعم، إذا بدأنا بردود الفعل فجاء حسب ما جاء في آخر في المؤشرات الرسمية لنتائج انتخابات الجماعية والجهوية هنا، فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات، تبعه حزب العدالة والتنمية. بالنسبة لردود الأفعال جوهرة، فقد تحدث القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة خلال مؤتمر صحفي تحدث عن نتائج الانتخابات هنا في جهة مراكش أسفي، وقال بأن حزب الأصالة والمعاصرة لم يتراجع فيما عقب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بالكيران، عقب على نتائج الانتخابات هنا بجهة مراكش أسفي، وقال أن الحزب يعني اشتغل بجهد على لكي يحصل على هذه النتائج على مستوى جهة مراكش أسفي، وهو يشكر يعني الناخبين الذين صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية. يعني دعيني جوهرة فقط يعني أقول بأن أصرح لك عن النتائج النهائية، حيث جاء حزب الأصالة والمعاصرة أولا ب 148 مقعد، تبعه حزب العدالة والتنمية ب 145 مقعدا بنسبة 26.13%. أما في الرتبة الثالثة فيأتي التجمع الوطني للأحرار ب 88 مقعدا، فيما جاء في الرتبة الرابعة الحركة الشعبية ب 72 مقعد، خامسا حزب الاستقلال ب 29 مقعدا، ثم سادسا جاء الاتحاد الدستوري ب 18 مقعدا، سابعا التقدم والاشتراكية ب 16 مقعدا، ثامنا جاء في الأخير جبهة القوى الديمقراطية ب 11 مقعدا. هنا يتبين جوهرة بأن المنصب العمودية عمودية مدينة مراكش قد فقدها حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي سوف يتولى ربما تحالف مكون حسب المراقبين تحالف مكون ما بين الحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، سوف يتولون منصب عمودية مدينة مراكش على مستوى الجهة جوهرة. يعني فعدد المقاعد المتنافس عليها 75 مقعدا. كي نتحدث يعني أيضا عن التحالفات التي يمكن أن تفرزها نتائج الانتخابات الجهوية، فقد جاء حزب الأصالة والمعاصرة أولا ب 24 مقعدا بنسبة 32%، تابعه العدالة والتنمية ثانيا ب 16 مقعدا، ثالثا جاء حزب الاستقلال ب 11 مقعدا، فتجمع الوطني للأحرار جاء رابعا بعشرة مقاعد، ثم الحركة الشعبية خامسا بخمس مقاعد، فالاتحاد الاشتراكي سادسا بأربع مقاعد، والاتحاد الدستوري سابعا بثلاث مقاعد، ثم التقدم والاشتراكية ثامنا بمقعدين. كما ذكر الأستاذ شكرا جزيلا أسلمي. لك أنس طموح، مضطرة يعني لأخذ الخط. سننتقل مباشرة إلى العاصمة الإدارية الرباط، ينضم إلينا من هناك عزيز فتحي. ماذا عن آخر ردود الفعل عزيز على النتائج المحققة؟ نعم جوهرة، مساء الخير. الرباط تعيش وضعا خاصا بعد فقدان الاتحاد الاشتراكي لمعقل من معاقله الرباط. فتح الله والعلو لن يكون عمدة لمجلس المدينة. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل له
ما يشبه الانتكاسة حسب مراقبين ومحللين سياسيين، لم تحصل له منذ تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 59-900 و1000. الاتحاد الشراكي شكل عبر عقود رقما صعبا في المعادلة السياسية في الستينيات والسبعينيات. في الثمانينيات حصل خروج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انفصل سنة 84-900 و1000، لكن رغم ذلك بقي الاتحاد الشراكي مكانته الكبيرة. لكن إذا وصلنا إلى تجربة التناوب، قال آنذاك عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول السابق والقيادي البارز السابق في حزب الاتحاد الشراكي قوى الشعبية، إن أرض الله واسعة، فحصلت الانشقاقات وعجز الحزب عن تدبير الاختلاف. خرج المؤتمر الوطني الاتحادي، خرج تيار الوفاء الديمقراطية، خرج العديد من المناضلين، وأخيرا خرج تيار المرحوم الراحل أحمد الزيدي. واليوم الاتحاد الشراكي هو في وضعية صعبة جدا، وسيكون الجواب عن سؤال مدى قدرة الاتحاد الشراكي عن تدارك مفات مكفولة للمستقبل جوهرة. عن ردود الأفعال، العدالة والتنمية مرتاحة جدا. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران كان مبتهجا جدا بما حصله سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة حسب التقسيم الترابي الجديد. تعلق الأمر بسلا أو بالقنيطرة أو بمجالس مقاطعات الرباط، وكذلك سيكون تشكيل مجالس المقاطعات ومجلس المدينة سهلا على التحالف الحكومي المشكل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، حسب البلاغ المشترك للأغلبية الذي صدر اليوم. شكرا جزيلا لك زميل عزيز فتحي، كنت معنا من الرباط. لن نبرح الرباط لنربط الاتصال مرة أخرى، بل نعود إلى محمد برويس. مساء الخير محمد برويس، ينضم إلينا مباشرة من الرباط. مساء الخير كذلك لضيوفك الكرام. مساء الخير جوهرة، ومساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة لقناة ميديان تيفي الخاصة باستحقاقات الرابع من شتنبر. هنا في استوديو الرباط نستضيف قيادات الأحزاب السياسية للتعليق على تفاعلات ما بعد اليوم الانتخابي. معي هنا في الاستوديو السيد عبد العالي حمي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. أهلا بكم سيدي. مرحبا. ويسرني كذلك أن أرحب بالسيد حفيظ الزهري، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية. أهلا بكم سيدي. وسعيد كثيرا بالترحيب بالسيد إسماعيل حجي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري. أهلا بكم سيدي. وأرحب كذلك بالأستاذ حسن التايقي، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. أهلا بكم. إذا لو نبدأ معكم أستاذ عبد العلي حامي الدين، اكتساح واضح في المدن، ضعفتم عدد المقاعد أكثر من 3 مرات، كيف تقرؤون اليوم في حزب العدالة والتنمية هذه النتائج؟ أنا أعتبر بأن الفائز اليوم هو المغرب أكثر من حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن بلادنا حققت خطوة هامة في مسيرتها الديمقراطية. فبعد دستور 2011، وبعد الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر 2011، وبعد مسار متميز من أداء الحكومي وأيضا تجربة مهمة في العمل الجماعي، يمكن أن نقول بأن اليوم بعد تنظيم بلادنا لانتخابات الجماعية والجهوية البارحة، أكدت بأنها تسير في سكة الإصلاح الديمقراطي، وبأن عملية البناء الديمقراطية عملية مستمرة. وأكدت أيضا استثناء المغرب في المنطقة، مما جعل اليوم حديث العواصم العالمية وعدد من القنوات عن لماذا لم تستفد الدول الأخرى من التجربة المغربية. هل فاجأتكم النتائج؟ هل هذه المفاجأة تشبه مفاجآت العام 2011 بالنسبة للعدالة والتنمية على الخصوص؟ دعني أقول لك بأنه في سنة 2009 حققنا الرتبة الأولى على مستوى المدن من حيث عدد المقاعد، وحققنا أيضا الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات على الصعيد الوطني.
هذه النتائج هي تأكيد لمنحنى تصاعدي لحزب العدالة والتنمية في علاقته بالعملية الانتخابية ككل، سواء انتخابات شرعية أو الانتخابات الجامعية. حزب العدالة والتنمية انطلاقا من منهجه، من عمله، من تفاعله مع مشاكل الناس وقضاياهم، هناك تفاعل إيجابي بينه وبين الساكنة أثمر نتائج إيجابية حافظ بها على منحنى تصاعدي خلال مسيرته الانتخابية. اليوم قيمة هذه المشاركة هي 1.5 مليون من المواطنين صوتوا لفائدة حزب العدالة والتنمية، وهذا طبعا تقدم بالنسبة من الأصوات مقارنة بباقي الأحزاب. نعم وهذا تقدم نوعي في اعتقادي أكثر من تقدم على مستوى المقاعد. سنعود لنفصل في نوعية هذا الفوز. أستاذ حفيد الزهري، حزب الحركة الشعبية تقدم طفيف لهذا الحزب، يضيف إلى رصيده ما يناهز 800 مقعد. ما الذي يعني لكم ذلك؟ بالنسبة لنا أولا وقبل كل شيء، ما يمكننا إلا أننا نكون سعداء بهذا الاستحقاق الديمقراطي اللي عرفته البلاد ديالنا، وبالتالي فإحنا كنهنئوا جميع المغاربة على المسيرة الديمقراطية الناجحة والحمد لله. بالنسبة للحركة الشعبية يعني كحزب كان قريب من المواطن المغربي، وخصوصا يعني في المجال القروي، فأمام التغطية اللي كانت حوالي 30 يعني في المية، يعني حوالي 10,000 حتى ما بين 10,600 منتخب، فحصلنا على 3,007 ديال المقاعد، يعني بنسبة ديال 9.54. بالمقارنة مع 2009 كنلاحظوا بأننا حققنا واحد تطور مهم، والحمد لله حصلنا المواقع اللي كانت فيها الحركة الشعبية، واستطعنا أننا نقتحم مواقع. هذا تطور مهم صحيح، لكن الحزب في الواقع لم ينجح في تحقيق ذلك التوازن ما بين العالم القروي والحواضر، أليس كذلك؟ بالفعل فقدنا بعض المدن كسلا كالرباط، يعني فقدنا بعض المدن، ولكن حصلنا مدن أخرى وابتسمنا مدن أخرى. أن حاليا حقنا الأغلبية في مدينة خنيفرة، عندنا رفقي بن صالح، عندنا بني ملال، يعني حصلنا اكتسبنا مواقع أخرى جديدة بالنسبة للحركة الشعبية. لكن هذا يكرس الوجود الطبيعي للحركة الشعبية في العالم القروي، الحركة الشعبية، وفي نفس الوقت يعني استطعنا باش نقتحم مواقع أخرى اللي كانت فيها أحزاب سابقة، يعني كانت يعني هي المعقل ديال الأحزاب مع الأحزاب السياسية. طيب أستاذ حسن التايقي، حزب الأصالة والمعاصرة، كيف اليوم يتمثل هذه النتائج؟ هناك ربما تصويب في الموقف، البارحة كانت هناك العديد من المؤاخذات على العملية الانتخابية بشكل عام، اليوم هناك ربما نوع من الاستيعاب للنتائج بشكل أفضل. بداية اسمح لي الأخ محمد، وأولا نهني كل المغاربة والمغربيات على هذه المحطة اللي كتضاف إلى باقي المحطات اللي انطلقت مع ما بعد دستور 2011. كذلك نهني مناضلات ومناضلي الحزب على تأكيدهم على المرتبة الأولى رغم كل المعارك التي استهدفت الحزب وكانت تنتظر فشله. اليوم كنجنيو الثمار ديال مجهود كبير ديال قيادات الحزب وديال المناضلات والمناضلين في مختلف ربوع المملكه، اللي كيجعل المسؤوليه كتضعف وكتزاد. بصراحه حنا كنا كنتمنوا بان هذه المحطه تكون، كان املنا فيها انها تكون بشكل اخر، للاسف خاب املنا وبان بانه الحكومه ليست في مستوى مازال حكم وانتم تحتلون المرتبه الاولى في على قائمه النتائج. لانه ما شاب، لانه طموحنا كبير، طموحنا رغم ما حققناه من تقدم وتاكيدنا للمرتبه الاولى، هو كان طموحنا اولا نجاح العمليه كلها، وان تكون الانتخابات الجماعيه كلها تكون في مستوى هذه اللحظه الدستوريه، ما يكونش فيها انتقادات، ما تكونش ملاحظات. للأسف كانت العديد من الملاحظات، العديد من الانتقادات، أنه هذه الملاحظات تؤكد ضعف احترافية الفاعل الحكومي، ضعف تجربته، عدم قدرته على تدبير هذه المحطة اللي عليها رهانات كبيرة، وهذا لاحظناه منذ البداية. هل عدم تحقيق هذه النتائج التي كانت مبتغاة ربما يبرر الإلقاء باللائمة على الحكومة؟ نحن في وضعية متميزة
ومنشرحين مبتهجين لها. أملنا طبعا كان كبير جدا، ولكن أنا تنقول لك بأنه حنا والمغاربة كلهم كانوا كينتظروا الاستحقاقات تكون في 2012. اليوم كنفهموا وكنعرفوا لماذا الحكومة ما قدراتش دير الانتخابات في وقتها، وكنا كنتمناو أنه هذا التأخر هذا غادي يعطيها فرصة باش أنها تهيئ بشكل كافي. للأسف لاحظتوا بأنه الاحتجاجات في مختلف ربوع المملكة، في مختلف المكاتب ديال التصويت ديال الناس، إما اللي ما لقاوش سميتهم إما اللي مش طبع لهم. وهذا إلى أي مدى أثر هذا على العملية بشكل عام؟ فعلا أثر بشكل كبير. أولا أثر لأنه منع وحرم شريحة كبيرة من الناخبين من ممارسة حقهم في الاختيار. ثانيا هو أنه هذا الخطأ نتساءل واش هو أخطاء تقنية أو هي أخطاء مقصودة. سنعود لنفصل في هذه النقطة. أستاذ إسماعيل حجي، ما الذي كسبه حزب الاتحاد الدستوري في هذه الاستحقاقات؟ قل ماذا كسب المغرب من هذه الانتخابات؟ أعتقد على أنه بعد إعلان النتائج الأخيرة لهذه الانتخابات الترابية الجماعية والجهوية، فالمغرب كيوضع لبنة أخرى في البناء الديمقراطي الصحيح، وأن المسار اللي اختاره المغرب لنفسه كان مسارا صحيحا ومسارا يدفع بهذا البلد إلى الرقي وإلى دخول عالم الديمقراطيات الكبرى. بعد هذه النتائج في الاتحاد الدستوري سجلناها بكل ارتياح، لما في ذلك سير العملية الانتخابية وتدبيرها. احنا عبرنا عن بعض المشاكل التي عرفتها العملية الانتخابية، وهذه معروفة في جميع الانتخابات أن هناك بعض المشاكل تكون في مناطق كبيرة وفي مناطق أقل، هذا حسب التدبير ديال السلطات الترابية وحسب الوعي ديالها وحسب القدرة ديالها وحسب. لكن بشكل إجمالي كان هناك نوع من التعاطي باحترافية مع العملية الانتخابية خاصة من لدن الإدارة، ليس كذلك؟ المتابعة إعلان النتائج في حينها. طبعا أعتقد على أن السلطات الترابية قامت بما يفرض عليه الواجب وواكبت العملية بكل ديمقراطية، لا بد أن نقول هذا وأن نعترف لها بعملها، لأنهم أطر مغربية وشباب كفء ننوه بهم. أن ما خصناش نلوحوا الجانب دائما على الإدارة الترابية ونسوا نفسنا الأحزاب، فاحنا كذلك طرف يساهم، حيت لأننا ملي كنكونوا في العملية الانتخابية كنسوا نفسنا وما كنضبطوش نفسنا، وكل واحد كيحاول بأنه أيضا في هذا طبعا كل واحد يصبو إلى أن يصبح مثلا يحصل على مراكز مهمة في الاتحاد الدستوري. طبعا النتائج ديالو اللي جات، حنا عندنا في ظرفية عندنا جديدة في الاتحاد الدستوري، وأنه حنا غامرنا بأنفسنا حيت عقدنا المؤتمر الحزب قبل الانتخابات وجددنا الهياكل، ولكن الأهم اللي كان عندنا في الحزب هو أنه حنا ما رشحناش في مناطق كاملة، المناطق اللي حسينا فيها بأنها ليس لنا نفوذ لم نريد أن نصنع لوائحة الحزب ظرفية. الحزب كسب 182 مقعدا تقريبا، لكنه في الواقع فقد الدار البيضاء. هذا السؤال وسمعت بعض المحللين والأساسيين عندما يتحدثون عن الاتحاد الدستوري يربطونه بالدار البيضاء. الأستاذ ساجد ترسح في عين الشق وحصل على 8 مقاعد، وفي انتخابات 2009 حصل على 3 مقاعد. احنا في مجلس المدينة كانت عندنا في الانتخابات 2009 29 مقعد، الآن عندنا 20 مقعد. إذا ما كاينش واحد الخسارة اللي كنسمعوها الآن، فنحن سيرنا الدار البيضاء بتحالف مع بعض الأحزاب بمن فيهم العدالة والتنمية والتجمع الوطني الأحرار والحركة الشعبية. فأنا كنت أسف كبير من بعض الأساسيين الباحثين اللي لما كيناقشوا هذه المسألة كيوقفوا عند ويل للمصلين، لا يعطيونا للدار البيضاء قيمتها. نحن في الدار البيضاء موجودين في جميع المقاطعات وفي مجلس المدينة كذلك، لنا في مثلا بالمسيك حصلنا على الأغلبية الأخ محمد الجدار. طيب سنعود للتفصيل في هذه النقاط. أستاذ عبد العلي حامد الدين، اليوم هناك خرج إعلامية للأمين العام للحزب قال بأن زعماء المعارضة ينبغي أن يقدموا استقالتهم، وقال بأنه يرشح عبد العزيز العماري لعمودية الدار البيضاء وسيد الأزمي في عمودية مدينة فاس. كيف تدبرون ما بعد اليوم الانتخابي؟ كان هناك اجتماع للأغلبية، ما الذي رشح عنه؟ أعتقد بأنه الأمر طبيعي أن يخرج الأمين العام لكي يعبر أولا عن سعادته بهذه النتائج وأن يشكر المواطنين، ثم أن يحاول أن يعطي تفسير لما حصل وأن يجيب على بعض
الرسائل السياسية التي كانت قبل الانتخابات، ومنها بعض دعوات التحدي التي قال فيها بعض زعماء الأحزاب السياسية بأنهم مستعدين لتقديم استقالتهم إذا لم يحصلوا على الرتبة الأولى في الانتخابات، وخاصة الأمين العام لحزب الاستقلال. فربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى يكون هناك انسجام في الخطاب ونؤسس لثقافة المحاسبة، ما حققه حزب العدالة والتنمية بفاس أعتقد بأنه يفرض على الأمين العام أن يقدم استقالته حتى تكون هناك انسجام مع خطابه. نفس الأمر حينما تدبير عموديات المدن، لاحظ سؤالتني على الاستقالات بشكل نفس الأمر بالنسبة لبعض القياديين في أحزاب أخرى. أمين العام لحزب الأصل المعاصرة لم يحقق الرتبة الأولى في المدينة التي ترشح فيها، أيضا بالنسبة لاتحاد الشراكي الذي فقد يعني تقهقر كثيرا. ف حتى يعني يكون هناك انسجام، وحتى يكون هناك وضوح أكثر لدى المواطن، وحتى أيضا بالنسبة لهذه الأحزاب لكي تراجع حساباتها ينبغي أن تكون هناك خطوة شجاعة في هذا الاتجاه. وأعتقد أن الرابح الأكبر سيكون هي تلك الأحزاب نفسها. بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، طبيعي حينما يعطيك المواطنين الأغلبية المطلقة فإنك تختار أفضل ما عندك، وأعتقد بأنه الأستاذ عبد العزيز العمري مؤهل ليس اليوم منذ السابق لكي يدبر مدينة الدار البيضاء بطريقة جيدة ونزيهة، وأنا متأكد إن شاء الله من ذلك. بالنسبة للأزمة، هذه هدية حزب العدالة والتنمية إلى مدينة الدار البيضاء، مدينة فاس تقصد أو لمدينة فاس عفوا. أستاذ الأزمي رجل تدبير ورجل الحكمة ورجل أيضا الاقتصاد، وأعتقد بأن هل هذا يتم بالتشاور في إطار الأغلبية أم هذا قرار لحزب العدالة والتنمية؟ خرجت الأمين العام، هو قرار للمواطنين قبل ذلك، لكن خرجت الأخ الأمين العام جاءت بعد اجتماع للأغلبية، وأعتقد بأن هناك تدبير لهذه المرحلة بطريقة تشاركية كما اعتاد حزب العدالة والتنمية على ذلك. والتوجهات هو أنه جميع التحالفات سوف تكون مع أحزاب الأغلبية سواء على مستوى الجهات أو على مستوى المدن الكبرى، وحتى بالنسبة للمدن الصغرى والاستثناء سوف تقرر فيها الأمانة العامة. كذلك الأمر سيكون في كل المدن التي حصلتم فيها على الأغلبية، حزب العدالة والتنمية سيقدم مرشحيه من دون مشاورات، من دون حساسيات معينة؟ ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. هناك استعداد كبير من أجل تدبير هذه المرحلة بطريقة تشاركية مع حلفائنا في الأغلبية، لأننا ندبر مرحلة ولا ندبر فقط حزب. وأنت تعلم بأن حزب العدالة والتنمية جعل من شعاراته الوطن أولا قبل الحزب، وبالتالي لابد من أن نكون أوفياء للتحالف الأغلبي الذي صمد في وجه الكثير من التحديات خلال هذه المرحلة، واستطاع أن يدبر التجربة الحكومية بنجاح، وظهر ذلك من خلال نتائج الانتخابات التي حصل فيها جميع أحزاب الأغلبية على تقدم هائل. صحيح أن حزب العدالة والتنمية حصل على تقدم واضح، لكن جميع أحزاب الأغلبية كانت متقدمة، ولذلك ينبغي أن ندبر هذه المرحلة بطريقة تشاركية في إطار أحزاب الأغلبية. شكرا لك سعد الحالي حميد الدين. إذن أحزاب الأغلبية حققت في مجملها تقدما، لكن ألم يؤثر لم تؤثر الخلافات الداخلية على حزب الحركة الشعبية فيما يتعلق بالنتائج؟ هذا ما غاديش ننفيه، لان كاين هناك هجوم اعلامي، كاين ناس اخرين مثلا ما يسمى بالحركه التصحيحيه الاورام انها تشتغل خارج المؤسسات، فان يعني كاين هناك نوع من التاثير. ولكن الحركه الشعبيه بالاشتغال ديالها الدائم الى جانب الحلفاء، فهي استطعت انها دائما تحافظ على المواقع ديالها، واستطعت انها تقدم وجوه جديده، وجوه شابه في اطار التعاقد اللي درناه في اطار البرنامج ديالنا الوطني، وكذلك البرامج يعني المحليه حاولنا نقدموا ان يكون عندنا برنامج وطني ويكون برنامج محلي. فتحنا خلينا الفرصه للقواعد على اساس انها باش تختار الاطر الجديده والوجوه الجديده اللي ممكن انها تعطي دفعه اخرى للتسيير وللالتزامات اللي قدمناها امام المواطنين. وبالنسبه للباقي يعني المناطق اللي فقدناها، فهذا ما كاينش ان الحركه الشعبيه غير متواجده عمليا. ما الذي ما نفيوش ان كاين ان الاحزاب هذا التشتت الحزبي اللي كاين 29 حزب
في المشهد السياسي المغربي هذا كيضعف يعني الممارسه السياسيه في المغرب، وبالتالي فكيفقدها ديك المصداقيه ديالها. وبالنسبه للحركه الشعبيه تعتبر كنعتبروها حنا مشتل لبعض الاحزاب السياسيه، فملي كتشوف في بعض الاحيان ان دابا بعض الوجوه في العديد من الاحزاب سواء في المعارضه او في الاغلبيه كنشوف بان وجوه حركيه حاليا فازت باسم احزاب اخرى. طيب اذا حزب الحركه الشعبيه عمليا على ماذا يراهن في المدن وفي الجهات؟ بطبيعه الحال فعندنا عندنا امل ديالنا كبير وطموحاتنا كبيره بطبيعه الحال، فالمدن اللي حققنا فيها الاغلبيه سوف نقدم يعني الحركي هو الذي تراس العموديه، انه كذلك في الجامعات القرويه اللي فزنا بها مثلا فقيه بن صلاح، بني ملال، بولمان، سفروا في اطار التحالف، عندنا مناطق عديده اللي حققنا فيها الاغلبيه والحمد لله، ولكن هذا ما كينفيش باننا ما غادي نمشيوش في اطار ان لم تكون اغلبيه حكوميه، هذا ما كيعنيش اننا ما غاديش نمشيو في تحالف مع احزاب اللي كتقاسمنا في التوجهات. طيب واضح سياسية. استاذ حسن التيقي، حزب الاصاله والمعاصره مرتاح؟ هل يكون مرتاح فعلا وقد خسر المدن الاستراتيجيه في المغرب في هذه الانتخابات؟ بالعكس ما خسرنا شيء، ما حصلنا على تقدم باستثناء الدار البيضاء أربعة المقاعد وقيلة طنجة، احنا حافظنا على موقعنا وتقدمنا فيه في طنجة. في طنجة حافظنا على موقعنا وتقدمنا فيه، تقدمنا بشكل كبير. المشكل احنا ما نجحناش. كيف يبدو لك هذا التقدم امام اكتساح العداله والتنميه؟ العداله والتنميه اكتسحت على حساب ضعف الاحزاب الاخرى، وضعف الاحزاب الاخرى ليس وليد اليوم، وانا لا اجازف ان قلت لك بانه احنا مبرر وجودنا هو لما انتبهنا كمجموعه من الكفاءات والديناميه داخل المجتمع المغربي بانه المغرب يسير في اتجاه لا توازن الحزبي، احزاب كثيره تضعف كتراجع خاصه الاحزاب التقليديه، ودي نكونوا امام الحزب الوحيد. لكن التواجد في المؤهل ان تكون في المدن هذا امر مهم بالنسبه للحزب، طبقه متوسطه هناك، نعم فئات متعدده ينبغي ان تشكل قاعده. متواجدين في فاس، متواجدين في اكادير، اول مره كنتواجدوا في اكادير. انا اقول بانه اليوم احنا نجحنا ماشي في هذه، احنا نجحنا في تجديد الوعاء البشري، في تجديد النخب. 12000 شاب وشابه لاول مره كيديروا السياسه اللي ما دارها حتى شي حزب سياسي. حنا نجحنا في الالتزام بالاخلاقيات والقانون ديال الحمله الانتخابيه، حنا نجحنا في تاكيد وتثبيت شرعيتنا اللي الكثير ما يشككوا فيها، وهنا تنقول لك بانه اليوم ثبتنا هذه المكانه اللي كنحصلوا عليها الاولى، قياده الجماعات الترابيه في المغرب كياكد بانه حزبنا ساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن السياسي والحزبي داخل الحياه السياسيه. في اي الجهات سيكون حزب الاصاله والمعاصره يتولى الرئاسه؟ كاين جهات محسومه بعد 8 الجهات هي كلها ديال المعارضه. الان كاين طنجه، 8 جهات كلها للمعارضه. طنجه لا اعتقد بانه غادي يكون فيها تنافس مع الاصاله والمعاصره، وجده لا اعتقد بانه سيكون هناك تنافس مع الاصاله والمعاصره، كذلك مراكش لا اعتقد بانه سيكون هناك تنافس مع الاصاله والمعاصره، باقي مثلا العيون، قلميم، مجموعه من الجهات الاخرى اللي هي فيها حضور متميز وقوي عدديا بالنسبه للمعارضه. هذا ماشي هو اللي اساسي. النتائج والارقام تبتات بانه اليوم انه من يشتغل بذكاء ومن له شرعيه مجتمعيه حاضر. هذا ولكن اثبت كذلك انه كل من كان يراهن على موت حزب الاصاله والمعاصره خاب. ان تعتبروا التحالف مع حزب العداله والتنميه بناء على ما صدر اليوم، التحالف مع العداله والتنميه خط احمر بالنسبه في التحالفات التي يقودها حزب البلاغ ديال الاحزاب المعارضه واضح اللي صدر اليوم. البلاغ يؤكد بانه بعد الشجب والتنديد بممارسات هل هو يدخل في رد الفعل في اطار رد الفعل فقط؟ لا، نحن كنديروا السياسه، نحن كنديروا قراءه الواقع وكنستنتجوا منه مواقفنا في علاقتنا مع حلفائنا في المعارضه. القرار وبعد الشجب قلت لك والتنديد مشى بالعمليه الانتخابيه وارتباك الحكومه، قلنا بانه لا يمكن ان نكون في تحالف تقوده العداله والتنميه. في داخل الحزب هل هناك وقفه للتامل ومراجعه ربما الذات؟ حيويه وحركيه الحزب
والتي تثبتها الدينامية التي يعيشها باستمرار تثبت بأنه دائما نحن في لأنه ما كاينش حاجة ثابتة جامدة. السياسة كل شيء متحرك يخضع للمنطق يخضع للعقل يخضع للموجهات الأساسية التي تؤطر وتوجه الحزب اللي هي مبادئه اللي هي قيمه. أستاذ حسن التايقي بالنسبة لكم أستاذ إسماعيل حجي، هل حزب الاتحاد الدستوري تأثر باصطفافه في المعارضة؟ أعتقد على أنه بالنسبة للاتحاد الدستوري هو لم يختار المعارضة في بعد النتائج ديال الانتخابات ديال 2011. أولا النتائج اللي جعلته في هذاك الموقع، وثانيا الظروف اللي كانت آنذاك هي اللي جعلت أنه الاتحاد السوري يكون في المعارضة. وهذا ما كيعنيش على أنه الاتحاد السوري ما عندوش دور فعال في البلاد، وأنه المسيرة دياله الآن نحن الآن بصدد بناء حزب. من أجل بناء حزب لابد أنه غادي يكون واحد أثار سلبية في البداية. كان هذا الاتحاد الدستوري يؤثر في هذا الاصطفاف في إطار المعارضة له كلمته يؤثر طبعاً فقط طبعاً لا أبداً. أمر الاتحاد الدستوري ما كان تابع شي واحد، له رأيه ومركزه، والدليل أنه البلاغ اللي إصدر كما الأغلبية صدرت البلاغ، فكل في صفه كيشوف واحد النظرة ديال الواقع. ولكن الاتحاد الدستوري لما كتكون مصلحة الحزب كتطلب منه أنه يتخذ قرار غيتخذه بتجرد وبدون الرجوع إلى أي كان، لأنه حزب له مبادئه وحزب الآن له فوق 30 سنة في الساحة السياسية. باعتبار التحالفات المبدئية التي لديكم الآن والنتائج المحققة، ما الذي ستحصلون عليه بالنسبة للمدن أو الجهات؟ أعتقد على أنه إحنا حصلنا على موجودين في عدة مدن ماشي بنسبة عالية، ولكن هناك مثلا جهة القنيطرة فاحنا القوة الثانية بعد العدالة والتنمية، في سيدي سليمان حصلنا على الأغلبية في البلدية الجديدة والقرويات، في مكناس كذلك هناك الرتبة الأولى الأغلبية. ما تخافش ما غنديوها لك شي عايد عول عليا نعطوها صح المواطن فقط لأنني ترشحت عارفك ولهذا فحمي الدين ترشح تما والدياسي راضي دا الأغلبية. لا أنا ترشحت في الجهة على كل حال هو هذا كنت كنعمل الحملة في جميع الأماكن. فهذه المسألة فاحنا مسرورين بالنتائج اللي حصلنا عليها، لأنه لما وضعنا ترشيحات لكن ضربة موجعة الدار البيضاء في حد ذاتها تبقى ضربة موجعة للأمين العام. ما يمكنش لو كانت ضربة موجعة لو كان السي شاجيد خيط الدار البيضاء كأغلبية دستورية، هذيك ضربة موجعة. هو كان يقود الدار البيضاء بتحالف، وخصنا نبداو نفسرها كالأمور. مثلا غدا لما السي العمر يكون عمدة ديال مدينة الدار البيضاء ولا قدر الله وكانت النتائج سلبية تقول بأن العدالة والتنمية مثلا يحصل في بعض المدن. أما السي ساجد كان 29 عضو استطاع أن رحنا 105 بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة يسمح للأخ حسن تهما كانوا ضمن الائتلاف الذي سير الدار البيضاء. والدليل أنه في عين الشوق اللي يترشح فيها جبت كان في الانتخابات 2009 جاب 3 الآن جاب 8، وحنا عندنا تواجد في جميع المقاطعات ديال الدار البيضاء. بالنسبه للاتحاد السوري امر غادي في الطريق اللي اخترناه وغادي نكملوا عليه. طيب شكرا لك الاستاذ اسماعيل حجي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري. اشكر كثيرا الاستاذ عبد العالي حامد الدين عضو الامانه العامه لحزب العداله والتنميه. اشكر كثيرا الاستاذ حفيظ الزهري عضو المجلس الوطني لحزب الحركه الشعبيه، والشكر موصول للاستاذ حسن التايقي عضو المجلس الوطني لحزب الاصاله والمعاصره. شكرا لكم جزيلا على مساهماتكم المثريه معنا، واعود لاستوديوهاتنا المركزيه بطنجه واليك جوهره. شكرا جزيلا لك محمد برويس، كنت معنا مباشرة من الرباط، والشكر موصول كذلك لضيوفك الكرام. نعود إلى هنا إلى طنجة إلى استوديو المركزي. سي عبد الرحيم منار سليمي، ما تعليقكم على ما جاء على لسان السياسيين الذين كانوا مع زميل محمد برويس؟ أول تعليق كيبان بأن الإخوان السياسيين ما عندهمش معلومات في النقطة ديال التحالفات، ما عندهمش معلومات، ما عارفينش اش كيجري في الميدان. فقط مثال واحد، الأساتذة هما اللي ما يعرفوش يحلوا السيمانات. مثال واحد، خلي غير نرجع للنقطة ديال الأساتذة. مثال واحد، قالوا بأنه غادي يكون تحالف بين الأغلبية، ما غنخرجوش على الأغلبية إلا باجتماع المجلس الوطني. هنا السي عبد العالي حميد الدين، هي وثيقة اللي نزلت اليوم صحيحة كتقول بأنه
كاين تحالف تبرم ما بين حزب العداله والتنميه في اسفي مع حزب استقلال، هادو النقيضين، ما بين الكاتب الاقليمي ديال حزب استقلال مع الكاتب مع المفتش الاقليمي ديال حزب الاستقلال. ها هي بمقتضاه يعلن كل من حزب العداله والتنميه وحزب الاستقلال، هذه وثيقه يفندوها عن عقد تحالف لتشكيل مجلس مدينه اسفي، ها هي وفيها الختم ديال الحزبين. اذا هنا اما حنا ما كنفهموش او الاخوان اللي هما ما عندهمش معلومات. علاش؟ لان خصهم يفهموا واحد القضيه، في نظريه التحالفات في العالم كله ما يمكنش انك تقول بانني ما غنتحالفش مع هذا الحزب او غنتحالف معه. هذه مساله اللي مرتبطه بالحساب ديال المصالح، والا شنا ما يجري راه الى ما الى الى مشينا غير في هذه الفكره ديال غتحالف غير الاغلبيه بوحدها ولا المعارضه بوحدها ما غيتشكلوش المجالس نهائيا، ما غاديش يتشكلوا المجالس وغنرجعوا لديك داك الشيء اللي كان وقع من بعد. ثم اكثر من ذلك راه كاين احزاب اللي ما كتضبطش هاد المنتخبين ديالها اللي هما فائزين. اذا ها هو اول مثال، واش هذا خضع ولا ما خضعش؟ هذا حزب اللي كيقودوا شباط مع الحزب اللي كيقودوا السي عبد الاله بن كيران، اما هاد الوثيقه راه نزلات، اما هاد الكاشي هاد الختم هذا. لا نعرف المصدر، كذلك المصدر موثوق. المصدر تلا هذا وحنا كنعتمدوا على الوسائل ديال سميتو، غيقول لك لا كذا راه فيها واضحه، بمعنى وثيقه واضحه وفيها فيها الاسماء. ها هي بدات، واش نيه؟ واش غيوقف؟ واش هاد القيادات غتوقف هاد التحالف هذا؟ ها هو مشي. المساله الثانيه هاد القضيه ديال انتقاد ديال الحكومه الاشراف على الانتخابات، كان كيبان لي بانها هذه حجه اللي هي ما صحيحاش لانه كنجيو في هذه المرحله ونقولوا الحكومه ما شرفاتش على الانتخابات جيدا، هذه كتبان لي حجه سياسيه اللي غيمكن انها كانت كتستعمل المعارضه وغتبدا تستعملها ولكن ما عندهاش نتائج. علاش؟ لانه الا كنا في دوله ديال المؤسسات راه خرج وزير الداخليه وعطى الحالات اللي وقعت، قال حالات معزوله ما اثرش على السير العادي ديال الانتخابات. اذا باش نجيو ناخذوا العمليه كلها برمتها، مسلسل كله اللي كيدخل في واحد المنظومه ديال الاصلاح ونوليو شادين غير الحكومه، لانه هنا غنجي النقطه، راه من الاخطاء اللي ارتكبت المعارضه الا بغينا نفسروا النتائج ديال حزب العداله والتنميه، راه كيجني اليوم الاخطاء اللي ارتكبت المعارضه كان تنبيه بان طريقه المعارضه ديال الحكومه ديال عبد الاله بن كيران راها طريقه خاطئه. ما الخطا فيها دكتور؟ خاطئه بانه ما مصباش على 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 التسيير، ما مصباش على التدبير، ما كنلاحظوا في برلمان ولا غيره ما كاينش نقاش على التدبير والملفات اللي غدا بها الحكومه، كاين نقاش على اشخاص، كاين هذه الفكره ديال هادو ظلاميين، هادو هذه الهضره كلها، هذه كلها عندها نتائج معكوسه اليوم، ما خلاتش انسحابات من الجلسات ديال مجلس النواب كلها كتعطينا، ما كايناش قدره على انك تناقش في مجال التدبير وتخلي ان الراي العام يشوف هذه الحكومه يدير لها تقييم، راه لحد الان الراي العام مازال ما دارش تقييم للحكومه رغم انه صوت، هو صوت ولكن كيبان بانه صوت بمعنى صوت في واحد الاتجاه اما هنا واما هنا، ولكن مازال ما بانش لينا، بمعنى ما كاينش انتباه للمساله ديال التدبير، ما خلاش المعارضه الناس ينتبهوا. هذيك نقولها مره اخرى، وإلا مشاو بهذه الطريقه راه غينتظروا نفس النتائج، خاص المعارضه تفيق من النعاس، راه الطريقه ديال ديال ديالتك راه قديمه. كاينه مساله اخرى وهي نقطه اخرى وهي انتقاد السي عبد الاله بن كيران للامناء العامين، كنظن راه جا الوقت باش انه سالت الحمله، راه رئيس حكومه هذا خاصو يوقف دابا الان ويتحدث كرئيس حكومه. رئيس حكومه الان ما كنعرفوش شكون هو رئيس حكومه، باقي امين عام لابس هذا اللباس هذا، غنظن دخل في سجال قال امين عام بانه باغي يستقل، كنظن بانه جا الوقت كتهضر مؤسسه، جا الوقت بانه يدير تصريح. اليوم اول نتائج، اليوم الاول ديال النتائج، يعطي تصريح مثلا يمكن يهنئ هذا الحزب ولا يهنئ هذا الحزب ويدير تهنئه للحزب، مثلا يمكن يهنئ حزب العداله والتنميه على الجهويه ويهنئ مثلا حزب البام على المجالس الجماعيه، هذا هو رئيس الحكومه، راه كاين منصب دستوري هنا. الا بقى دخل في هذا النقاش كنظن بانه كاينه مساله اخرى وهي ديال الاتحاد الدستوري، باش نجاوبوا راه الاتحاد الدستوري الائتلاف اللي كان في الدار البيضاء راه ائتلاف ماشي طبيعي، هذاك راه كان بمعنى ماشي طبيعي، هذا الشيء علاش تبلوكا المجلس ما اشتغلش نهائيا، ما اشتغلش، ثم كيعطي تقييم. راه كنشوفوا الاتحاد الدستوري كنشوفوا غير في الدار البيضاء، كنشوفوه في الدار البيضاء وشويه في المنطقه ديال الغرب عادي، لانه انحاصر، واللي اللي ربما ما انتبهش ليه هذا المسؤول السياسي راه هو نشا من الدار البيضاء، من عند المرحوم المعطي بوعبيد وبقى في الدار البيضاء، رجع للدار البيضاء، بمعنى خصو ينتبه لهذ المساله هذه. كاين نقطه اخرى اللي كيقول جهه محسومه، الجهات محسومه وكيهضر على التحالفات، راه ما كاينش شي واحد، راه التحالفات غتكون فيها معركه اخرى
بمعنى معركة أخرى اللي جاية واللي غطر فيها المعارضة أنها غطر طيب. فيها التحالف مع الحكومة. ونعود نأكد راه في العالم كله ما كاينش شي واحد خطأ ارتكب مرة أخرى هذه الجملة هذه خطأ مرة أخرى ارتكب من طرف الأصالة والمعاصرة. قالوا في 2009 خرجوا قالوا خطوط حمراء مع العدالة والتنمية. لا العدالة والتنمية هو اللي عمل أول تصريح. خلينا التصريح دابا أنا التصريح العدالة والتنمية هذه المرة الخط الأحمر جاب الأصالة المعاصرة. غنجي شوف التصريح ديال بن كيران كان قويلة. قال جملة قال بأنه غنتحالفوا مع الأغلبية وخلى واحد القوس معنا خلى مسائل ملغومة. غيكون خطأ إلا كان التصريح ديال عبد الإله بن كيران وقالوها وقالها البارح مسؤول قال بأننا ما غنتحالفوش مع البام. وخطأ من نفس المسألة من طرف البام لما قال بأننا قالوا طيب. 2009 هذا خطأ لأنهم كيبان بأن الناس ما عارفينش التحالفات كيفاش كتجري راه النتائج أو لا يتحكمون في أعضائهم. لا ما كيتحكمش. ها هو كنعطيك مثال أنا ما كيتحكمش إذا ما عندوش معلومات طيب. الآن شكرا جزيلا لك دكتور. نتحدث عن التحالفات, ما هي المعايير التي يعتمد عليها في تشكيل هذه التحالفات؟ أكيد بأنه المعيار خصو يكون معيار سياسي, معيار على البرامج ومعيار كذلك على تحالفات وتفاهمات. يمكن نقول أكيد بأنه من ناحية القانونية صعب نهضروا على معايير على اعتبار أنه في نهاية المطاف الأمور ترتبط بأخلاقيات والتساؤل اللي كيتطرح إلى أي حد الأحزاب السياسية تتوفر على هذا الحد الأدنى من الأخلاقيات الذي بطبيعة الحال يمكن أن يساعد على تشكيل تحالفات يمكن تكون منطقية. لأنه وهنا غادي تسمحي لي لأنه قبل انتخابات ديال 2009 ومن بعد في تشكيل ديال المجالس وتشكيل ديال الحكومة ديال 2007 وانتخابات الجماعية ديال 2009 وحتى بالنسبة لانتخابات الجماعية ديال 2003 وتشكيل ديال الحكومة ديال 2002 ظهر ما يسمى بالتناقضات ما بين التحالف على مستوى الحكومة والتحالف على مستوى تشكيل هياكل ديال الجماعات الترابية. ولاحظنا كاع بأنه كانت ربما حتى حزب اللي حصل على الأغلبية ديال الأعضاء في مجلس من المجالس وما حصلش على الرئاسة. تصوري مثلا كيكون عدد الأعضاء 31 وحزب كيحصل على 17 وكيقدم مرشح ديالو ما كيحصلش على الرئاسة. وبالتالي هذه كلها هي أمور مرتبطة بطبيعة الثقافة السائدة داخل الأحزاب السياسية. هذا ما تأثيره على المشهد السياسي؟ هذا بطبيعة الحال بالأمور اللي كتفقد الناخبين الثقة وكيعتبروا بأن هذا نوع من الهزل وخيانة ربما لصوت الناخب. لأن بحال هذه القصة ديال ألغو فإن الإمام يلغو. لأنه منين كيولي الأحزاب السياسية كتنتج خطاب لما هو ماشي في المستوى خطاب اللي هو رديء فالمواطن بطبيعة الحال يترك هذه الأحزاب السياسية ويبحث عن فضاءات أخرى. وبالتالي أنا غير باش نذكر بهذه المسألة يمكن نقول بأنه قبل سنة 2009 ما كانش إطار قانوني يمكن ينظم هذه العملية ديال تحالفات منطقية لأنه ما لله لله وما لقيصر لقيصر. اليوم الأحزاب السياسية تعطتها كل الأرضية القانونية باش أنها يمكن توجد تحالفات منطقية. طيب هل اليوم في يدها أنا غير إلا سمحتيني نوضح لأنها مهمة. طيب إلا رجعنا اليوم لسميتو القوانين كنلقاو بأنه تمنع الترحال. ما يمكنش العضو إلى نجح باسم حزب سياسي يبدل الانتماء السياسي ديالو داخل مدة الولاية وإلا بدل الانتماء ديالو غادي يفقد العضوية بمقتضى مقرر قضائي واحد. هذه مهمة لأن هذه كانت تتخلق واحد الارتباك بعد في التحالفات. إذا الأحزاب السياسية بعد اليوم تهنات من هذه المسألة ديال هذا الترحال, هذا الترحال اللي كانت يخلق هذا النوع من الارتكاب. ثم كذلك المسألة الأخرى وهي باش نساعدوا الأحزاب السياسية يكون عندها تركيز ويكون عندها تحكم في التحالفات. اليوم الحزب السياسي هو اللي كيعطي التزكية اللي بغي يترشح للرئاسة. بمعنى واخا أنا نكون كنتمي إلى حزب سياسي وربما عندي العدد اللي يمكن أنني نترشح ونحصل إلا ما أعطاكش الحزب السياسي التزكية ما يمكن لكش. علاش؟ لأن هذه يمكن نقول بأنه واحد العنصر أساسي اللي تعطى الأحزاب السياسية باش يكون واحد نوع من التنسيق ما بين التحالفات اللي كيدير الحزب السياسي على المستويات المركزية والتحالفات اللي كتكون على المستويات المركزية. ثم كذلك المسألة الأخرى اللي هي أساسية وهي أن وهذا بطبيعة الحال في إطار مزيد من العقلان للتحالفات لأنه في واحد اللحظة لقينا مثلا في مراكش في الانتداب السابق في العمدة ديال مراكش حزب حصل على خمسة ديال الأعضاء وشكل
وكان هو اللي كيقود العماده ديال المدينه ديال مراكش. في الوقت اللي احزاب حصلت على 15 وحصلت على 18 ما تعطاتهاش الفرصه. هنا كتجي القوانين التنظيميه ديال الجماعات الترابيه وكتفرض المساله ديال الخمس الاوائل، انه الخمسه الاولين اللي حصلوا على نتائج في كل جامعه هما اللي عندهم الحق انهم يتقدموا للترشح. كنذكر هنا بالماده 13 من القانون التنظيمي 14111 المتعلق بالجهات، الماده 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس عماله الاقاليم، والماده 11 المتعلقه بالجامعات الترابيه. وبالتالي انا تنقول اليوم المسؤوليه هي ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية، لأنه كل الشروط وكل الظروف وكل عناصر القانونية، أتحدث من ناحية القانونية، قد أعطيت لها. هنا بطبيعة الحال غادي بأن الأحزاب السياسية هل تتوفر على الحد الأدنى من الأخلاقيات الذي من خلاله يمكن أن تحافظ على هاد لأن اليوم المشاركة، نسبة المشاركة ديال 54% يجب أن تتحمل فيها الأحزاب السياسية المسؤولية وخصها تحافظ عليها. إذا كان بعض الأحزاب السياسية كانت عنده غير الهاجس فقط أنه يحسب شحال مقعد، ولكن أنا تنقول بأن هذا مسلسل ديمقراطي اللي هو تعرفوا المغرب، ومسلسل اللي هو مرتبط بمجموعة من المكتسبات اللي جاء بها دستور 2011. هل هذه الرسالة واضحة تماما لهذه الأحزاب السياسية التي نطالبها اليوم بالحفاظ على القليل من ماء الوجه في تشكيل هذه المجالس والتحالف؟ نعم، فيما يتعلق بهذه المسألة ديال التحالف يجب أخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر والمؤشرات. ولكن قبل ذلك فيما يتعلق أضيف إلى ما قاله الأستاذ منار فيما يتعلق بالتعليق على السياسيين، ومهم جدا أن ننظر كيف ينظر الفاعل السياسي ما بعد الانتخابات إلى ذاته من خلال مجموعة من الممثلين الذين يمثلون هذا الحزب أو الذين أعطيت لهم صلاحية أن يتكلموا باسمه في الإعلام. ولكن الذي أهم من هذا هو المسألة الثانية التي تتعلق باتخاذ قرارات تحدية مثل هذا التحالف مع هذا الحزب أو ذاك، هو خط أحمر. هذه فيها مخاطر كثيرة حتى بالنسبة للمصلحة ديال بعض الجماعات ومصلحة ديال البلد. يعني خطوط حمراء على مستوى الجماعات المحلية الصغيرة على المستوى القروي يمكن أن يكون تحالف مع حزب اللي هو في المعارضة، مع العلم بأن تصريح ديال بن كيرا اليوم في الندوة الصحفية كان واضحا فيما يتعلق بالتحالف مع حزب الاستقلال، وميز بين حزب الاستقلال وقيادة حزب الاستقلال وشباط على وجه التحديد، الشخص على وجه التحديد. وهذا سيبين كذلك المشكل بين القيادات ديال الأحزاب التي تتخذ قرارات بدون العودة إلى قواعد، يعني القرار ديال عدم التحالف أو التحالف واش هو قرار تم العودة فيه على الأقل الأجهزة التقريرية أم هو قرار فردي ديال زعيم حزب أو ديال قيادة حزبية عندها واحد الكاريزما كبيرة وعندها واحد التأثير داخل الحزب. وهنا تطرح التساؤل حول هذا المشكل ديال الأحزاب اللي هناك قيادات يعني تتخذ قرارات بدون العودة إلى قواعدها وقواعد لا تعرف ما يجري داخل القيادة. وهذا هو المشكل اللي ممكن من داخله نمشي لمسألة ديال التحالفات. يعني التحالفات تخضع التحالفات تكون على مستويات متعددة. الآن كاين جوج ديال المستويات. المستوى الأول أن الحكومة أو الأغلبية الحكومية تم التصريح بأنها ستحاول المحافظة في المرتبة الأولى فيما يتعلق بالتحالف على الأغلبية، هذا من جانب، دون أن يمنع ذلك من إمكانية التحالف في بعض الجماعات إذا تبين بأن هذوك الناس اللي ممكن تحالفوا معهم يعني عندهم واحد المجموعة ديال الشروط. وعندما نتحالف على المستوى الجماعات خصوصا الجماعات القروية، نحن لا نتحالف على برنامج يعني فيه سياسي أو إيديولوجي، نتحالف على برنامج لا أقول مرحلي أو يتعلق بتنمية تلك الجماعة. وبالتالي إذا كانت مصلحة الجماعات تقتضي يكون تحالف بين هذه الأحزاب فهذا لا أعتقد بأنه يشكله. ولكن المفروض أن نحترم منطق الأغلبية والمعارضة حتى نعطي واحد المؤشر للمواطن، ماشي كما وقع في 2009. لأن ما وقع في 2009 كانت مؤشرات يعني سلبية فيما يتعلق بلاحظنا واحد المجموعة ديال الظواهر الغريبة جدا في الانتخابات ديال تهريب المنتخبين وتسفيرهم العديد من المدن وتسد عليهم الباب في لوطيل سانكيتور لكاتخ إطوال وتسد الهواتف، وهذه الظواهر يعني ماشي شاهدنا بأم العين. وبالتالي هذا التحالف يعني التحالف هو على المستوى البراغماتي يقتضي أننا نشوفوا من زاوية ديال السلوك السياسي للفاعلين السياسيين ونمشيو في اتجاه ديال العقلنة، ديال عقلنة المشهد الحزبي، من منطلق أن التحالفات اللي ممكن تكون في المستقبل تكون طبيعية وتعطي مؤشر للمواطن بأن المغرب يتقدم إلى الأمام وتعطي مؤشر وصوته محترم، يعني أن المواطن عندما يختار هذا الحزب فيه. ولذلك كان نقاش في السابق أن اللي يدخل الأول في الجماعات ولا في المدن يجي هو ليأخذ الرئاسة، وبالتالي احترام للمواطن على هذا المستوى
المستوى له مسألة مهمة احترام صوت المواطن وإرادة المواطن. نعم. نربط الاتصال بشبكة مراسلين مرة أخرى، نتفاعل هذه المرة مع الزميل عصام العباري من الراشدية. ماذا عن ردود الفعل عصام على النتائج المحققة هناك؟ نعم، قبل ردود الفعل نتكلم او حول على النتائج المحصله هنا باقليم الرشيدية او بجهه درعا تفيلالت، فبخصوص المجلس الجهوي ابرز النتائج فقط. نعم نعم ابرز النتائج، نعم أبرز النتائج بخصوص المجلس الجهوي الذي تبارى حوله يعني للفوز ب 45 مقعدا، كانت نتائجه كالتالي: العدالة والتنمية 13 مقعدا، التجمع الوطني 11 مقعدا، الاستقلال 7 مقاعد، حركة الشعبية والتقدم الاشتراكية والأصالة والمعاصرة لكل واحد منهما 5 مقاعد. الأنظار الآن متجهة حول التحالفات الممكنة من أجل تكوين أو من أجل التي ستفضي إلى رئاسة الجهة، والكل يتحدث هنا على أن التحالفات لن تخرج عن الأغلبية الحكومية. المطلوب 23 يعني مقعدا لتحقيق هذه الأغلبية، وإذا تحالفت كل مكونات الأغلبية الحكومية هنا بالجهة ستتحقق 34 مقعدا، أي سيخول لها هنا يعني أغلبية مريحة. أما على مستوى نتائج انتخابات الجماعية الخاصة بإقليم الرشيدية فكانت نتائجها كالتالي، سأذكر فقط الثلاثة الأوائل: حزب العدالة والتنمية 163 مقعدا، الحزب الاستقلال 110 مقاعد، حزب الأصالة أو حزب التجمع الوطني الأحرار 66 مقعدا. يبلغ العدد الجماعات أو المكونة لجهة درعا تفيلالت 125 جماعة، تخضع 6 منها لنمط الاقتراع باللائحة والبقية بالاقتراع الفردي. لم نتمكن لحد الآن من الحصول على بقية الأقاليم بخصوص الانتخابات الجماعية، ونذكر منها إقليم تنغير وميدلت وزاغورة ووفززات. وقد عرفت نسبة المشاركة هنا بإقليم الرشيدية نسبة مشاركة مهمة، وصلت إلى حدود 58.32، وكما وأما على مستوى الجهوي فقد وصلت إلى 59.90، مما يعطي انطباع على أن الكتلة هنا الناخبة بإقليم الرشيدية في تصاعد مقارنة مع 2009، وعلى أن هنا ثقة في المؤسسات على أنها القادرة على أن تحقق التنمية المحلية، كما أن هناك وعي حقيقي بالمشاركة وبخصوصا في صناديق الاقتراع لتحقيق آمال ساكنة جهة درعا تفيلالت. وإليك الخط جوهر. شكرا جزيلا لك زميل عصام العباري. ننتقل مباشرة إلى فايز شفيق، ينضم إلينا مباشرة من قلميم. ماذا عن التحالفات الممكنة هناك فايز؟ نعم جوهرة، النتائج التي أعلننا عليها سابقا في خلال هذا اليوم أبانت عن اكتساح لحققه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فهذا الحزب حقق عددا مهما من المقاعد، سواء على مستوى مجلس مقاطعة قلميم أو مجلس البلدي لقلميم، حصل على 14 مقعدا، حصل أيضا على 8 مقاعد في جماعة ويزاكان، حصل أيضا على 12 مقعدا في مجلس جهة قلميم ودنون، وكذلك على 124 مقعدا في باقي الجهات القروية هنا على مستوى الجهة. لكن التحالفات ولكن يعني كواليس ما بعد يوم الاقتراع جاءت هنا بالجديد، جاءت هنا بمفاجآت غير متوقعة. هناك الحديث عن تحالف يجري ما بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال من أجل تحقيق أغلبية على مستوى مجلس بلدية قلميم، وبالتالي سحب البساط من تحت مرشحي حزب الوردة. فبلغة الأرقام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 14 مقعدا، حليفه هنا في المدينة حزب الحركة الشعبية حصل على 4 مقاعد، ويكون المجموع هو 18 مقعدا، في حين حصل حزب العدالة والتنمية على 8 مقاعد حصل عليها أيضا حزب التجمع الوطني الأحرار، فيما حصل حزب الاستقلال على 5 مقاعد، ليكون المجموع هو 21 مقعدا. وبالتالي هذا المجموع يخول لهذا الائتلاف إدارة الشأن المحلي لمدينة قلميم. إذن كما قلت الحسابات
كواليس ما بعد يوم الاقتراع تأتي هنا بالجديد. سمعنا وقرأنا عن البلاغ الذي خرجت به المركزيات الثلاث للأحزاب المعارضة والذي تحدثوا فيه أن وقالوا فيه أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية هو خط أحمر. هنا على أرض الواقع في مدينة قلميم نرى العكس. وأكيد الضيوف الذين معك جوهرة على في البلاتو سيكون لهم قراءات كثيرة في هذا الموضوع. أعود إليك. شكرا جزيلا لك فايز شفيق، كنت مباشرة معنا من قلميم. نذهب إلى أجدير زميلة رجاء فضلي. مساء الخير رجاء، من لديك من الضيوف؟ مساء الخير جوهرة. مساء الخير جوهرة. إذا أذكر بأن يعني تواصلت مساء اليوم احتفالات مناضلي وأنصار وأيضا المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي احتل الصدارة في ترتيب النتائج النهائية المتعلقة بكل من مجلس الجماعي لأكادير وأيضا وكذا تفوقها على مستوى العدد من أقاليم الجهة. إذن بالنسبة للمحتفلين فقد كانوا يجوبون شوارع المدينة بمواكب سيارات مرددين شعارات وهتافات النصر. إذن لأول مرة حزب العدالة والتنمية يسيطر على جهة سوس ماسة محدثا زلزالا انتخابيا في هذه المنطقة وفي مجموعة من معاقل الاتحاد الاشتراكي. أكادير إحدى أهم هذه القلاع الانتخابية. أذكر هنا بنتائج الجماعية جوهرة بأكادير إيدا وتنان. إذن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فقد حصل على 33 مقعدا، هناك حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 10 مقاعد لفائدة لامنتمون و6 مقاعد الاتحاد الاشتراكي، ثم 6 بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار. أما فيما يتعلق بالنتائج الجهوية فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 23 مقعدا، 11 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، ثم 9 لحزب الاستقلال، 7 مقاعد لحزب الأصالة والمعاصرة، ثم 4 مقاعد للتقدم والاشتراكية، مقعدين للاتحاد الاشتراكي ومقعد واحد لفيدرالية اليسار الديمقراطي. إذن بالنسبة لنسبة المشاركة في هذه الجهة فقد تجاوز 43%. من هذه النسبة نسبة المشاركة في الوسط الحضري فاقت 35%، ثم سجلت نسبة المشاركة في الوسط القروي أكثر من 58%. إذن ما يشغل جوهر بال المواطنين في جهة سوس ماسة هو التحالفات الممكنة في هذه الفترة. ويحضر معي ضيفا السيد دريس بوريحان الإعلامي بجهة سوس لمناقشة هذه المسألة. أهلا بك سيدي. مساء الخير. إذن كما ذكرت قبل قليل ما يشغل بال المواطنين في هذه الجهة هو التحالفات الممكنة، كيف يمكن يعني ما هي التحالفات التي يمكن أن تفرزها هذه الانتخابات جماعيا وجهويا؟ طيب كما ذكرت أولا هناك اكتساح لحزب العدالة والتنمية، وبالتالي فإنه في أغلب البلديات وكذلك الأقاليم بسوس مسا يملك الأغلبية المريحة، وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى تحالفات ممكنة أو خارج إطار أيضا الممكن باعتبار أنه قد يتحالف في نهاية المطاف لأغلبية مريحة جدا مع أحزاب الأحرار ثم أيضا التقدم والاشتراكي، وهذا منطقي باعتبار التحالف الحكومي الموجود. بالنسبة لأكادير بن كيران اليوم قطع الشك باليقين وقال بأنه القباز صديقنا ولكن لا يمكن أن نتحالف معه، سنكتفي بالتحالفات الحكومية. والقباز الذي كان يقود لائحة اللامنتمون والذي حصل على 10 مقاعد كان يمني النفس بالعودة إلى بلدية أكادير، ولكن اليوم اتضح بأن بن كيران اتجه إلى التحالفات الحكومية أي مع حزب التجمع الوطني للأحرار ثم أيضا حزب التقدم والاشتراكي. ولكن هناك استثناء على مستوى جهة سوس ماسة وهو أن في الجماعة القروية القليعة وهي جماعة متواجدة بالقرب من إنزغان أيت ملول
تم فيها التحالف بين العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وكان قد عقد اتفاق بين هذين الحزبين في هذه الجماعة قبل يومين من الانتخابات. إذن هذا هو الاستثناء الوحيد الذي قد يخرج عن معادلة التحالف الحكومي. فيما يخص مدينة تيزنيت أيضا سيكون هناك تحالف بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ثم أيضا الأحرار. هذه مدينة تيزنيت كانت تعتبر قلعة للتقدم والاشتراكية، لكن حزب العدالة والتنمية أحرز فيها حزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي من الممكن أن يعود السيد عمو إلى رئاسة بلدية تيزنيت رغم أن حزبه حل ثانيا بعد العدالة والتنمية. إذن مجمل التحالفات اليوم في اتصالاتنا مع زعماء الأحزاب هنا في سوس تتضح ويبدو أنها تتجه إلى التحالفات الحكومية الموجودة. بالنسبة للجهة جهة سوس مصدر أو المجلس الجهوي فقد تؤول رئاسة هذه الجهة إلى الأحرار الذين كانوا قد ترأسوها خلال الموسم الماضي من الانتخابات، وبالتالي ليس هناك جديد يذكر باستثناء إعادة تشكيلة الجماعات والمجالس الجماعية. ولكن اليوم النتائج التي بدت واضحة في فوز العدالة والتنمية قد تعطي العدالة والتنمية كل رئاسات تقريبا 90% من رئاسات الجماعات إذا استثنينا سيدي فني التي تفوق فيها الاتحاد الاشتراكي، ثم أيضا إقليم السكيتبة التي كان فيها ظهور واضح لحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة. إذن شكرا جزيلا لك، أعود إليك جوهرة وأعود إلى استوديوهاتنا في طنجة. شكرا جزيلا لك يا زميلة رجاء فضلي على كل هذه التوضيحات، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم. ننتقل مباشرة إلى العيون، ينضم إلينا من هناك زميل محمد أمين بومزبرة. مساء الخير محمد أمين، هل بدأت يتضح شكل التحالفات الممكنة هناك؟ نعم جوهرة مساء الخير. نحن الآن نوجد بجهة العيون الساقيه الحمراء وبالتحديد بقلب الجهة النابض مدينة العيون. نتائج الانتخابات جاءت كما كان متوقعا هنا بمدينة العيون، حيث تقدم لحزب الاستقلال ب30 مقعد ومتبوعا بالتجمع الوطني للأحرار ب9 مقاعد، العدالة والتنمية ب6 مقاعد، والتقدم والاشتراكية ب4 مقاعد. بالنسبة للتحالفات ما زال من المبكر التحدث عن التحالفات الممكنة لكون حزب الاستقلال يهيمن هو في الصدارة الآن ب30 مقعد على مستوى المجلس البلدي للعيون و20 مقعد على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. وللحديث أكثر عن الخريطة السياسية هنا بجهة العيون الساقية الحمراء أستضيف معي أحمد الداهي وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار. أهلا بك أحمد داي. مساء الخير. تحدثنا عن التحالفات الممكنة الآن بجهة العيون الساقية الحمراء، وهل من المبكر التحدث عنها؟ فعلا من المبكر التحدث عنها، كل ما في الأمر أنه لأول مرة التجمع الوطني الأحرار يتبوى هذه المكانة لأنه ثاني قوة سياسية في المنطقة، بمجموعة من الشباب من المؤهلات ومن الناس اللي طبعا مستعدين يسيروا الشان المحلي. إلى حد الآن وصلنا 60 شخص اللي أعلنت النتائج الرسمية على الفوز ديالهم في الجهة ككل طبيعة الحال، ولكن الآن احنا بصدد التحالفات اللي ربما غادي تكون طبيعية مع الناس اللي راغبين في التغيير والناس اللي كانت عندهم نفس الكلمة أثناء الاتصال المباشر بالسكان، لأنه السكان منهم المسنع على أنه الجميع راغب في التغيير والجميع يبغي على أنه الجميع يشارك في تسير هذه الجهة والمدينة كذلك والمدن. سؤال ثاني وأخير، ما هي قراءتك على النتائج التي حصلتم عليها في هذه الانتخابات؟ طبعا هو لأول مرة تجمع الوطني الأحرار يتبوى هذا المكان، لأنه الجديد اليوم أصبح واحد المجموعة ديال الناس من مختلف الأحزاب، لأنه العيون كيف كتعرفوا كانت ربما هيئة سياسية هي اللي كاينة وحيدة. فالآن الحقيقة على مستوى كل الدوائر اللي شفنا كاين جديد، كاين شباب اللي فازوا بالانتخابات، وكاين كذلك واحد الرغبة في التغيير على مستوى الناس، وهذه رغبة أكيدة عند الجميع. أولا لأن الناس تجبت الخطاب الملكي السامي اللي كان عنده تأثير كبير على الساكنة، وكذلك الظروف اللي كانت محاطة بالجميع.
شكرا جهرة، وسنواصل في نشرتنا المقبلة. شكرا جزيلا لك أمين بومزيرة، والشكر موصول كذلك لضيفك الفاضل. نذهب مباشرة إلى دخلة، تنضم إلينا من هناك سحر. هل اتضحت ملامح المشهد السياسي فيما بعد نزول حمى الانتخابات؟ نعم، مساء الخير جوهرة. قابلنا السيد البكار سيدي أحمد وكيل لائحة الجهة لحزب الحركة الشعبية التي فازت بغالبية مقاعد بلدية الدخلة، وأكد لنا أن نسبة المشاركة الكبيرة بجهة الدخلة وادي الذهب تجعل فوز المنتخبين ذا شرعية غالبة. بخصوص التحالفات الممكنة، أكد لنا هذا المصدر أن حزب الحركة الشعبية حاليا منكب على التحضير لهذه العملية عبر إجراء اتصالات مكثفة مع الهيئات السياسية التي لم يكشف لنا عن أسمائها. وأكد لنا أيضا أن حزب الحركة الشعبية فضل أحزابا دون أخرى نظرا لبعض الاعتبارات التي لم يذكرها أيضا. وبالنسبة لهذه، أعود لهذه المشاركة المكثفة في الأقاليم الجنوبية وخصوصا هنا في إقليم الدخلة واد الذهب، الجميع هنا المراقبون والسياسيون يجمعون على أنها تدل على انخراط الناخب في هذه الجهة في المسلسل الديمقراطي الذي يشهده المغرب، وخاصة أن هذه ظروف العملية الانتخابية مرت في ظروف ملائمة جيدة، والجميع وجميع المراقبين والملاحظين أشادوا بهذه الأمور. لم يسجل أي خلل يذكر. هذا الفوز هو في الحقيقة يشكل نقطة البداية، فهناك انتظارات كبيرة لسكان هذه المناطق خاصة في الجماعات القروية. وقد تحدثنا إلى بعض المستثمرين في هذه المناطق، قالوا إنهم في حاجة ماسة إلى البنية، تقوية البنية التحتية، المواصلات، بعض الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء كي يشتغلوا في أريحية أكبر ويجذبوا مزيد من السياح. كما تعلمون القطاع السياحي يشكل ركيزة الاقتصاد في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك يا زميلة سحر بن سليمان. ننتقل مباشرة إلى وجدة لتنضم إلينا نجاة بوتفسوت. هل اتضح شكل التحالفات المقبلة؟ نعم جوهرة، قبل أن أخذ الحديث عن التحالفات الممكنة هنا في جهة الشرق جهة وجدة أنقاد، دعيني أقول جوهرة أن بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية والجهوية الأمور تبدو هادئة جدا في منطقة الشرق. هنا في مدينة وجدة ليست هناك، لم تسجل هناك عموما أي مناوشات بين الأحزاب السياسية، ليست هناك ملاسنات كلامية، ليست هناك مناوشات بين أنصار الأحزاب. يعني الأمر هادئ، اللهم إذا استثنينا بعض احتفالات أنصار الأصالة والمعاصرة. بالنسبة للانتخابات المحلية والجهوية، حزب الأصالة والمعاصرة حقق قفزة كبيرة، حقق تطورا كبيرا، وفي المقابل حزب الاستقلال ورغم حلوله في المرتبة الثانية تراجع بالمقارنة مع انتخابات 2009 من حيث المقاعد وأيضا من حيث الجماعات المحلية التي يسيرها. كذلك نعلم جيدا أن حزب الاستقلال هو من يرأس المجلس الحضاري لمدينة وجدة. بالنسبة للعدالة والتنمية هو الآخر بدوره تراجع بالمقارنة مع انتخابات 2009، لكن هناك حقق نتائج إيجابية فيما يخص العدد المقاعد. عموما العدالة والتنمية رغم احتلاله، يعني احتل المرتبة الثانية على المستوى الجهوي والمرتبة الخامسة مع حزب الاستقلال والمرتبة الخامسة على المستوى
المستوى المحلي يعني حقق نتائج بالرغم من هذا التراجع. يعني هناك نتائج جيدة من حيث المقاعد، وممكن أن نقول أن في العموم أن النتيجة إيجابية، لأن الكل كان ينتظر أن يصوت الناخبون تصويتا عقابيا ضد العدالة والتنمية بسبب الحصيلة الحكومية ربما. ويرى بعض المحللين السياسيين أن هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء لتدبير الحكومي للعدالة والتنمية. جوهر العدالة والتنمية كان بإمكانها أن تحقق نتائج أهم من النتائج التي حققتها في هذه الانتخابات لو اشتغلت في القرى. العدالة والتنمية هو حزب حضاري أكثر منه قروي، يعني بالمقارنة مع الأصالة والمعاصرة والحزب الحركة الشعبية وكذلك تجمع الوطني الأحرار الذي قدم أو حقق نتائج إيجابية في القرى. ونعلم جيدا أن 45% من الهيئة الناخبة على المستوى الوطني هي في القرى جوهرة. وبعد لغة الأرقام جوهرة ننتقل إلى لغة الحسابات والتحالفات. كل شيء ممكن رغم اختلاف المواقف والأيديولوجيات بين الأحزاب السياسية، بين حزب الاستقلال، حزب الأصالة المعاصرة الأول في هذه الانتخابات، والاستقلال والعدالة والتنمية، وهي الأحزاب التي فعلا كان متوقع أن تفوز بهذه الانتخابات أو أن تحقق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات. لكن كما نقول السياسة ليست في السياسة أخلاق، المهم هو المصالح. يعني يمكن أن نرى تحالفا بين حزب الاستقلال والعدالة والتنمية وأيضا بين الأصالة والمعاصرة. وللحديث عن التحالفات يسعدني أن أستضيف السيد زهر الدين طيبي، أستاذ إعلامي وأستاذ جامعي بجامعة محمد الأول بوجدة. سيد زهر الدين طيبي، ما هي التحالفات الممكنة بخصوص هذه الانتخابات؟ نعم، كما أشرت إلى ذلك فأعتقد بأنه في السياسة ليس هناك عدو دائم وليس هناك حليف دائم، وبالتالي فجميع الاحتمالات تبقى واردة ومفتوحة على جميع الأبواب. لكن بلغة الأرقام يكون من الصعب على المستوى المحلي على العدالة والتنمية أن تفوز برئاسة بلدية وجدة، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية حصل على 28 مقعدا من أصل 65 مقعد، وبالتالي فحزب الأصالة والمعاصرة من المرجح أن يفوز بتدبير الشأن المحلي ببلدية وجدة باعتباره حصل على 30 مقعدا، وبتحالفه مع حزب الاستقلال الحاصل أيضا على 7 مقاعد سيكون التحالف المنطقي واردا والأقرب. وهذا أيضا لا يستثني بأنه قد تكون هناك هجرة لبعض المستشارين من هذا الحزب أو ذاك في اتجاه حزب آخر. على المستوى الجهوي أعتقد بأنه بلغة الأرقام يصعب على التحالف الحكومي الحالي المشكل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية الحصول على الأغلبية لتدبير الجهة، باعتبار أن الجهة تتوفر على 51 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية حصل على 9 مقاعد، الحركة الشعبية على 5 مقاعد، وبالتالي أيضا التجمع الوطني للأحرار لم يتجاوز 4 مقاعد. المجموع هو 18 مقعدا من أصل 51. يبقى صعب جدا الحصول على تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني بأن الأصالة والمعاصرة هي المرجحة أن تدير الجهة الشرقية، جهة الشرق، باعتبار أنها تتوفر على 16 مقعدا، وبتحالفها مع أحزاب المعارضة وأيضا بتحالف آخر يجب أن ندخله في المعادلة، هو أنه هذه الانتخابات المحلية والجهوية سوف تفرز بلغة المستشارين 6 مقاعد على مستوى غرفة المستشارين، وبالتالي مجموعة من الأحزاب سوف تدخل في هذه التحالفات بغية الحصول على مقعد من المقاعد 6 المخصصة لجهة الشرق، 2 منها للجهة الشرقية و4 بالنسبة للمجالس المحلية. أعتقد بأنه الآن كل الاحتمالات واردة، ولا أستبعد بأن تتحالف الحركة الشعبية والأحرار مع حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة، كما أنه تحالف الآن تحالف منطقي بين هذه الأحزاب للحصول على مصالح متبادلة. نعم سيدة طيبي، مهما كانت هذه طبيعة هذه التحالفات فالمهم بالنسبة لسكان الجهة الشرقية هو أن تقوم هذه الهيئة الناخبة المجالس المحلية
والمجالس الجهوية كما قلنا التي ستشتغل وفق دستور جديد يدعم مكانة المركزية والجهوية يواكب الجهوية المتقدمة. المهم بالنسبة إليهم هو أن يتم الانخراط في مشاريع تنموية لتحسين للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة وتحسين الخدمات وعيشهم إلى غير ذلك. جوهرة، شكرا جزيلا لك يا زميلة نجاة بوتفسوت، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم. نذهب إلى بن ملال حيث التقى هناك زميل عبد الله الجعفري أحد القادة السياسيين لنتابع معا. نتحدث عن المستوى الجهوي، الانتخابات الجهوية أفرزت حزب الحركة الشعبية كأول قوة ب 12 مقعد من أصل 57 مقعد، هل تعتقدون بأن رئاسة الجهة ستكون من نصيب حزب السنبلة؟ هو فعلا هنا تركزوا والنتيجة هو أننا فعلا كاين واحد العمل اللي تبين بأننا احنا تقريبا الأقوى في الجهة ديال بن ملال خنيفرة. بطبيعة الحال حصلنا على 12 مقعد وهذا هذه قوة بالنسبة للحركة الشعبية. ممكن اننا ما يمكنش نعطي الفكره ديالي، ولكن هذا راجع للتحالفات والتصورات ديال المكتب السياسي مع طبيعه الحال مع الفرقاء السياسيه الاخرى اللي فعلا ان عندها واحد التصور على مستوى الجهه. حاليا حنا بالنسبه لنا تنعتبروا باننا حنا تنقدموا ايدينا وتنمنحوا بطبيعه الحال ايدينا لجميع الاحزاب السياسيه داخل اطار التحالف السياسي اللي يمكن اننا ندير واحد التصور مستقبلي بالنسبه لرئاسه الجهه. اذا حنا بالنسبه لنا غنخرطوا في التصور الجديد ديال التحالف ان شاء الله. إذا نعتذر عن هذا الانقطاع، نعود إلى الأستوديو هنا المركزي. سيد منار سليمي، لابد وأن بعض الأحزاب ستراوغ وستناور وربما ستخلق مشاكل لبعضها البعض، ما هو الهامش الحقيقي للمناورة الذي بقى عند بعض أعضائها الفائزين أو الغير فائزين؟ السياسة هذه السياسة فيها المناورة، فيها هذا النوع من الحروب، شنا في الحملة ديك الحروب النفسية، هذه هي السياسة. راه كاين كثير اللي كيخلط كيمشي لديك القضية ديال الأخلاق، الأخلاق كاينة في مجال أخر، السياسة صراع ديال الموازين قوى كيضبطها القانون اللي حصل مثلا كيطبق عليه القانون، ولكن كلها مناورات، هذه هي السياسة. طيب كيف شكل هذه المناورة؟ هذه المسألة ديال التحالفات، المناورة الأولى اللي غتبدا هي الكل كيعرف دابا حنا شفنا بأنه كاينة أحزاب، ماشي أحزاب، كاين مرشحين قبل ما يفوزوا داروا تحالفات قبل ما يتعلن عن النتائج، برموا هاد التحالفات رغم ان الاحزاب ديالهم كتصارع على المستوى الوطني. شنا هاد القضيه ديال الاستقلال مع العداله والتنميه، البام مع العداله والتنميه، شنا هاد الحوايج هادو، هذا اش غيخلق؟ كيخلق واحد المساله اللي كيدخلوا منها بعض الاحزاب السياسيه. الا بغيتي تريب حزب كتبدا دير هاد المساله هادي، كتمشي كتطلق مثلا الناس ديالك كتقول لهم شوفوا يمكن تحالفوا مع هذوك، خاصه اللي مهدد بهذه العمليه بزاف هو حزب الاستقلال. علاش؟ لان حزب الاستقلال الان غيبداو كل شيء كيقلب على النقطه ديال الضعف مع السقوط ديال الامين العام، غادي يخلق، وهذه كتعطي واحد الفرصه. شنو كاين؟ مجموعه ديال الاحزاب منهم العداله والتنميه ولا البام ولا غيره كيرشحوا واحد المجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش علاقه بالحزب، رشحوهم، كاين واحد الفئه كبيره. اذا هذا ترشح دابا ناجح في الـ في الـ في الانتخابات، شنو كيدير؟ ما عندوش الحق انه يمشي لحزب اخر لانه غيفقد الانتداب ديالو الانتخابي، ولكن غيخلق الفوضى، كيتضارب مع الحزب بل الحزب يجري عليه، الا جرى عليه الحزب غيمشي لجهه اخرى. هذه غتبقى غنشوفوا هذه الحاله كثيره وغتغير قدامنا الخريطه. هذا اول شيء ديال التحالفات، وهنا غنشوفوا واحد الصراع كبير ما بين المكاتب السياسيه مع المنتخبين ديالها في مجموعه ديال المناطق، غتدخل معهم في صراعات على القضيه ديال التحالف. اذا راه ما غيضبطوش المكاتب السياسيه، ما غضبطش هذه القضيه ديال التحالف. نتركو يتفاعل معنا من اجل التفاعل. اضافه لهذا الشيء اللي اشار ليه السي منار، نعرفوا واحد المساله اساسيه ان مجموعه ديال اللوائح صيبوها اعضاء، لانه ما يمكن لهمش يتجمعوا في لائحه واحده، وهذه خصها توضاح وتكون الاحزاب السياسيه هما اعضاء ينتمون تقريبا عندهم نفس التوجه، وبالتالي كاين مسائل قبليه كيمكن تحضر او عائليه كيمكن تحضر، انه كاين اللي كيقول له احنا ما يمكنناش هذا يجي قدامك، اذا سير اش كيتفقوا، هذا غادي يمشي يجيب تزكيه من حزب، والاخر غيمشي يجيب تزكيه من حزب، والاخر غيمشي يجيب تزكيه من حزب، كيقولوا غادي نتلاقاو في نهايه المطاف، حنا اللي غنشكلوا المجلس. ولكن في قراءه
سريعة للنتائج، فاعتقادي بأنه الأوراق دي المجموعة من التحالفات اللي كانت غطي بهذا الشكل تربكات وما غاديش تجمع، على اعتبار أنه ظهرت قوى سياسية جديدة اللي حصلت على مقاعد جد مهمة، وبالتالي هذوك ربما الآن ما كيشكلوش حتى واحد الثلث. مسألة أخرى بالنسبة لهذه القضية ديال التحالفات، إلى قرينا بعض البلاغات ديال بعض التفاهمات اللي دارت دابا القبلية، نعم، على أساس تيقول لك طبقا لتطلعات السكان، بمعنى أنه كاين بعض الأحيان، وهذه أنه على المستويات المحلية كتكون بعض كما كنقولوا الخصوصيات. مثلا انا تيمكن نتحالف مع هذا الحزب من واخا راه عندي في ولكن السكان لانهم عاشوا تجربه ديال التدبير وديال التسيير مع هذاك الحزب، وبالتالي الساكنه اللي صوتوا عليك تيقولوا لك لا، خط احمر ان تتحالف مع هذا. ثم كذلك مساله اخرى، تيمكن السكان ما عندهمش مشكل مع الحزب، ولكن عندهم مشكل مع الشخص اللي رشح الحزب، لانه لاحظنا بان مجموعه ديال الاحزاب السياسيه، وهذه مساله مهمه وراه فيها الجانب الاخلاقي حاضر بقوه، لان مجموعه ديال 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 الاعضاء اللي هما وكلاء لوائح صدرت في حقهم احكام بالادانه، كاين اللي صدرت في حقه 3 سنين 4 سنين 5 سنين، بطبيعه الحال كاينه مناورات، لانه تيمكن يصدر حكم ابتدائي كنديروا الاستئناف كنمشيو للنقد، وبالتالي كاين اللي صدرت في حقه عقوبه ودار هاد المناورات هذه وكمل الولايه ديالو في الانتخابات ديال 2009، ودابا عاوتاني راه ترشح وراه عاوتاني نجح وربما عندك كيولي رئيس، وبالتالي هذا كيطرح ديك الاشكاليه ديال دور القضاء فيما يتعلق، لان حتى هذه المساله صحيح. الدور ديال القضاء فيما يتعلق بهذه المساله ديال ربط المسؤوليه بالمساءله والمحاسبه، في اعتقادي هذه مقدمه مهمه. نعم، نقطه فقط في هذا النقاش هذا فيما يتعلق بالتحالفات، اعتقد بان العنصر الاساسي الذي يجب اخذه بعين الاعتبار ونحن نتحالف كاحزاب هو الناخب والمواطن الذي صوت. يعني ان الان بدات تتبان مجموعه المؤشرات ان في المغرب بدات يبان الناخب العقلاني اللي تيصوت على اللي غادي يخدم له مصالح القرب. بدات تتبان هذه المؤشرات في العديد من المستويات، واللي غادي ممكن نوضحوا هذه الفرضيه مجموعه من الدراسات فيما يتعلق باستطلاعات اللي ممكن تاكدنا هذا المعطى. هذا الناخب العقلاني صوت على واحد توجه معين في واحد المنطقه معينه، وبالتالي يجب الاحزاب ما خاصهاش تسد على راسها وتبدا دير تحالف، خاصها تستحضر وتحتار من الصوت ديال الناخب في الاتجاه فين مشى، وبالتالي يجب استحضار هذا العنصر حتى نساهم. بعض المعلومات الوارده تؤكد العكس. نعم، هذا هو المؤسف. انا بعد سمانه بغيت نكمل الفكره، لا ماشي مثاليه، لا منار خليني نكمل الفكره ديالي. اسمح لي، شوف اللي نجح سمانه الا سمحتي نكمل منار الولايه عاد كيف منار. لا ولكن ما تقولش لا ماشي مثاليه، دابا انا تنقول الفكره. لا كاين مؤشرات ديال الناخب عقلاني تيعطي دلاله للمشاركه. بلا تسمح لي وخليني نكمل منار. كله عقلاني معروف هذه المساله، عنده استراتيجيه. لا غير واش غنهضروا واش غنهضروا مثاليه؟ انا لا اتكلم عن المثاليه، انا اتكلم عن ثقافه سياسيه اللي خاصها تكون داخل المجتمع المغربي. الان المؤشرات اللي غادي نعطيو، الا مشينا عطينا المؤشرات اللي دارت في 2009، الا بغيتو نرجعوا ل 2009 نرجعوا ل 2009، والشرخ اللي وقع في التحالفات، دازوا الانتخابات دخلنا لمرحله اخرى، بدات مجموعه من النقاشات، وممكن نرجعوا ل 2009 شنو وقع فيها فيما يتعلق بالتحالفات. والان المؤشرات هذه انا اعتقد هذه ليست الأحزاب، احنا نتحدث عن الأخلاق وما يجب يكون، ولكن هناك إكراهات كذلك. أنا أقول بأن أنا أعترف بأن هناك إكراهات كبيرة جدا، والأحزاب عندما تتبدأ في التحالفات راه تتولي بحال معزولة على العالم الخارجي، وتتشوف عين مصلحتها فين غادي تتموقع، وبالتالي المثالية السياسية احنا محتاجين في البلاد المثالية السياسية. بالعكس، نحن نحتاج إلى في المغرب إلى مثالية سياسية وإلى أخلاق سياسية. إلى بقينا بالمنطق ديال البراغماتية اللي هي فيها أكثر ماشي الفردانيه مزيان يكون عندنا الفردانيه، الفرد اللي واعي بذاته تيحترم حقوقه والاطار ديالو، بل كاين انانيه سياسيه كبيره اللي ممكن يكون عندها انعكاسات على المشهد السياسي، وبالتالي طيب. فنحن خاصنا نمشيو في هذا الاتجاه ديال الثقافه السياسيه اللي تتمشي في الاتجاه ديال الاخذ بعين الاعتبار الناخب بكل بساطه، بمعنى هذاك الناخب راه مشى في واحد التوجه في واحد المجال وفي واحد المنطقه معينه، صوت لواحد الحزب معين لواحد التوجه معين، خاص يتحترم هذه الاراده طيب. ديالو. نعود لتحليل كذلك هذه النتائج المحصله عليها.
دكتور منار سليمي، الاتحاد الاشتراكي أي رسالة بعثت له وماذا عن قوى اليسار الأخرى؟ لا غير واحد الجملة صغيرة. أنا شوف لا أرجوك ننتقل إلى الاتحاد الاشتراكي، الفكرة واضحة، ننتقل إلى الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي تعمقت جراحه أم بدأ يستقيد؟ أكبر خاسر في الانتخابات الحالية هو الاتحاد الاشتراكي، فقد تقريبا حوالي 570 مقعد، وداز المعدل النسبة المئوية من 11.6 في 2009 ل 8.43 في 2015. هذه الأرقام الاتحاد الاشتراكي بمعنى أنه كيعيش واحد التراجعات كبيرة تقريبا في 6 سنوات الأخيرة، كيعيش واحد التراجعات كبيرة. المواطن يرفض الانشقاقات الحزبية دكتور؟ باش الاتحاد الشرقي هو من اكبر الاحزاب اللي تعرضت للانشقاقات. طيب. معنا خرجت منه مجموعه ديال الاحزاب الى جمعناها اليوم، كاينه اخطاء اللي ترتكبت داخله، كانت صراعات، ولكن الاشكال هو اليوم كاينه المدرسه، ولكن شكون اللي وصل الاتحاد الشرقي؟ السؤال اللي كيطرح اليوم راه مثلا واحد المجموعه اللي هما كانوا مرتبطين بالاتحاد الشرقي ترشحوا مثلا في الفيدرالية، خلاو الحزب وترشحوا مثلا مع الفيدرالية ديال اليسار، والمساله انهم فازوا بدون ما يبقوا مع الاتحاد الشرقي. انا الاتحاد الشرقي كيعيش واحد ماشي مرحله اللي هي اخطر حزب اللي كيعيش شي مرحله اللي هي صعيبه. نعم. هو الاتحاد الشرقي اخطاء ارتكبات. ماذا يحتاج الان الاتحاد الاشتراكي؟ كنظن بان الاتحاد الشرقي كيحتاج اولا انه يدير واحد المؤتمر استثنائي ويجمع، يحاول ما امكن يفتح حوارات قبل هذا المؤتمر، يجمع جميع الغاضبين اللي كاين على الحزب. قادر اليوم على الحوار هذا الحزب؟ لا، لانه اللي كاين القياده اللي كاينه اليوم في الاتحاد هي قياده، اولا الاتحاد كانت عنده قيادات اللي هي استراتيجيه، كنهضر على المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، كنهضر على السي عبد الرحمن اليوسف، هذه قيادات اللي هي استراتيجيه. اليوم القيادات اللي كاينه هي قيادات تنظيميه، تكبرات وسط التنظيم، كتاخذ المعارك ديال التنظيم، بمعنى ما كاينش هاد النظره اللي هي استراتيجيه، خذات معارك اللي كتكلف اليوم الاتحاد كثير. ولكن الملاحظه ان مجموعه من الاتحاديين ما مشاوش لاحزاب اخرى، انهم غاضبين وجالسين، مجموعه كبيره، كاين فيهم اللي دار هذه المبادره وحقق نتائج، راه كاينه لائحه اللي فيها واحد المجموعه اللي خدات 9 المقاعد. فين خداتهم؟ خداتهم في اكدال الرياض في الرباط. طيب نشرك سيد عبوشي معنا. نعم، فقط بالنسبه للاتحاد الاشتراكي يعني مؤسف لهذا الحزب اللي هو كانت تعتبر كنا المغاربه بشكل او باخر. الاتحاد الشركي عنده واحد الرمزيه في التاريخ ديال المغرب، وبالتالي هذا يؤسفنا ان نبقاو نتكلموا على الاتحاد الشركي بهذا الشيء اللي كاين، لان هذا واقع. وبالتالي في الاتحاد الشركي تعيش ازمه على المستوى البنيه الحزبيه، المستوى الأداة الحزبية، المستوى القيادة الحزبية، المستوى حتى الإيديولوجيا الحزبية. وهنا تندعو الاتحاد الشركي يرجعوا الوثيقة اللي كتبوها هما في 2003 كتبوا وثيقة مهمة مرجعية أساسية تشخيص أمراض الاتحاد الشركي، واللي باقي لحد الآن حاضرة فيما يتعلق بأزمة التأطير، فيما يتعلق بأن المجتمع أصبح يراهن على الدولة وعلى الكراسي بدل المراهنة على المجتمع، فيما يتعلق بابتعاد الاتحاد الشركي على القوات الشعبية، فيما يتعلق بتحول. وبالتالي انتقلنا بهذا الإطار هذا، انتقلنا من واحد المناضل ولا واحد القياده اللي هي منظره واللي تتواكب الاتحاد الشركي الى قياده اللي هي فيها النوع من الشعبويه، انتقلنا على مستوى البنيات الحزبيه الى بنيات، يعني كاين هذا النوع ديال المشاكل. ونحب نرجع فقط لليسار، الفيدراليه اليسار والاحزاب الصغيره التي لم تحصلت على مقاعد صغيره. ماذا عن قوى اليسار؟ اي نتيجه حققتها دكتور؟ هو ولم نتحدث عن تقدم الاشتراكي. المشاركه ديال اليسار خصوصا في فيدراليه اليسار، هذه مساله يمكن نهضر من الناحيه النوعيه، على اعتبار ربما من الناحيه الكميه ما كانتش نتائج اللي هي مهمه، تقريبا واحد حوالي 350 مقعد. ولكن اللي يمكن نقول بانه الفيدراليه ديال اليسار اغتنمت هذه الفرصه ديال انتخابات الانتخابات الجماعيه 4 شتنبر 2015 باش انها تعرف براسها، وباش انها تطرح البرنامج ديالها، وباش انها يمكن انها دخلت في تمرين. كيف تبدو لك النتائج المحققه دكتور؟ انا بطبيعه الحال كما قلت من الناحيه الكميه كيبان بانها نتائج ماشي كبيره، ولكن اقول بانه ربما حتى بالنسبه للقيادات ديال الفيدراليه هذه الانتخابات الجماعيه هي تمرين بطبيعه الحال. هذا التمرين اللي غادي يساعد باش انه الفيدراليه، وخصوصا لاحظنا هذا في الحمله الانتخابيه ديال الفيدراليه. طيب. على اعتبار انها حاولت باش تحقق واحد نوع التمايز فيما يتعلق بالحمله نتاعها. ربما لاحظنا في مجموعه من الحالات بانه حملت بعض الاحزاب السياسيه كان فيها اندفاع قوي، ولكن
ولكن لاحظنا بأنه بالنسبة للحملات الانتخابية ديال فيدرالية اليسار كان فيها واحد نوع من الهدوء، وكان فيها واحد النوع من التواصل اللي كانت فيه إيجابية مع المواطنات والمواطنات، واعتقادي هذا غادي يمكن يساعد باش يكون واحد التراكم على أساس أنه باش هذه الفيدرالية أنها تحقق نتائج إيجابية مستقبلا. دكتور منار، تقدم الاشتراكية لم نتحدث عنها. لا، خليني نعطي واحد الملاحظة على تحالف فيدرالية اليسار، لأنه اللي بان يمكن تعاود جمع هذيك النواة ديال اليسار، لأنه حقق نتائج مثلا في مناطق متباعدة جغرافيا، في تاونات، في البهاليل، وطات الحاج، هذه منطقة، في أزيلال، في تادلا، بمعنى توزع في مجموعة ديال المناطق حقق فيهم نتائج، وحقق نتيجة مثلا في أكدال الرياض أنه جاء فاز تقريبا تسعات المقايد فات البام، وفات في نفس الوقت الحركة الشعبية. إذن دار ثم أنه دار حملة، دار واحد الحملة اللي حملة متطورة جدا، دار حملة ديال دق باب ودخل في حوارات، واللي شاف البرنامج ديالو من أحسن البرامج اللي كانت، من أحسن البرامج اللي عندها طابع محلي، هي البرامج ديال الفيدرالية ديال اليسار. تقدم الاشتراكية، هذا حزب كنظن بأنه أولا هذا حزب كيدير سياسة، باش نكونوا واضحين، هذا هو الحزب اللي كيعرف يدير السياسة، لأنه حزب تقريبا كيعرف إمتى كيدخل الحكومة، ما كيخرجش، ما كياخذش هذيك المخاطر. ثم انه حزب كيتقدم تدريجيا، محافظ على بلاصتو وكيتقدم تدريجيا، ما بمعنى انه ما تقريبا هذه المرحله ديال الولايه ديال الامين العام الحالي ما كيحاول ما امكن يحافظ على الميكانيزم وترجع. ثم حزب اللي هو دائما كيامن بانه حزب قوي رغم كما بغى تكون العدد ديال ديال المقاعد. الاحزاب الصغرى التي دائما ندعوها. اذا هي بالنسبه ما يسمى اليسار الذي توحد في فيدرالية، اعتقد بان مشاركته كانت مهمه جدا، يجب قراءتها من ناحيه يعني البيداغوجيه اكثر، من ناحيه البيداغوجيه من منطلق انه كان، نعم هو كذلك يصنف من الاحزاب الصغرى ان شئنا، وبالتالي كانت مشاركته في هذا المستوى مشاركه سياسية أكثر، عندها دلالات كبيرة جدا من منطلق أنه كان يقاطع انتخابات سابقة والآن شارك لأسباب متعددة. بالنسبة لما سميته بالأحزاب الصغرى، هكذا توصف بمعنى يعني الأحزاب الصغرى على المستوى، لأنه تصنيف يعني ما كاينش توصيف آخر اللي ممكن نعطيه، يعني ما كاينش توصيف كيفاش ممكن نوصفوا هذه الأحزاب التي لم تتحصل على نتائج، لأن تقريبا هنا حسب النتائج بخصوص المقاعد المتبقية يعني هي قليلة جدا، 12 حزب سياسي ما يعني داكشي نادر جدا، وبعد المقاعد القليله جدا، وبالتالي فهاد الاحزاب على المستوى على المستويات نتساءل هاد الاحزاب التي لم تتحصل على نتائج يعني اين مكانتها، يعني ما هو مستقبلها وكيف يمكن ان تشتغل في المستقبل. نعم، نغفل نقطه مجلس المستشارين 70 مقعد دكتور، انا 72 اكيد بانه بالنسبه للمجلس المستشارين على ان خصنا نشير واحد الملاحظه اساسيه، وهو انه تقليص العدد، أو تقريبا كانت عندنا 270 دابا ولات 120، وهذه 120 فيها توزيع ثلاثة أخماس اللي هي حوالي 72 بالنسبة للجماعات الترابية. فاعتقادي شيء جديد اللي غادي يكون في الغرفة الثانية مجلس المستشارين، وهو أن حزب العدالة والتنمية غادي يتمكن لأول مرة في تاريخ التجربة البرلمانية باش يأسس لتواجد مهم داخل هذه الغرفة الثانية، على اعتبار أنه حصل على الرتبة الثالثة واللي هي تقريبا 16%، وهذا غادي يمكنه باش أنه يدخل الغرفة الثانية بشكل مريح، عكس السابق اللي كان 4% ما استطعتش ما مكنتوش باش انه يحقق تواجد مهم. عن مجلس المستشارين، نعم مجلس المستشارين لاحظنا كان مسلسل الانتخابي بدا بالمؤجورين الغرف، الان الجماعات المحليه يعني بدات تكتمل الصوره فيما يتعلق بالمجلس المستشارين. 2 اكتوبر غادي يكون عندنا انتخاب ديال مجلس المستشارين لاستكمال البناء الدستوري ديال 2011. نختم معك دكتور. غادي تكون معركه صعبه ديال مجلس المستشارين، متوقعه بانها غتكون صعبه جدا، واكثر من ذلك قنقدروا نتفاجئوا بان احزاب اللي كاينه في المراتب الاولى تقدر ما تحصلش على فريق مجلس المستشارين. طيب، شكرا جزيلا لك، شكرا للدكاتره الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، نلتقي بخير باذن الله، الى اللقاء.